حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم في بدايه حلقتنا النهارده اللي اكيد لن تخلو من كلام كتير ومواضيع كتير تهم حضراتكم، وطبعا اغلبها كل يعني ان ما كانش كلها متعلق بالنادي الاهلي اللي فات واللي جاي ان شاء الله. صباح الفل عليك يا نهاوند. بونجور كريم، صباح الهنا وصباح الرزق لحضراتكم جميعا، وصباح الهنا والرزق والخير على حضراتكم كمان بيتابعونا من اي مكان في العالم. واخر الاسبوع النهارده اخر الاسبوع، لكن الاخبار كتيره جدا والتهاني هتبقى كتيره جدا، وكمان الكواليس الخاصه كمان بالفريق الاول طبعا هتكون كتيره جدا للنادي الاهلي. بس خلينا نصبح على حضراتكم في البدايه وننوه عن الفقرات اللي معانا النهارده. هتكون معانا فقره عن مشاركات منتخبات مصر في البطولات الدوليه، هيكون معانا ضيفنا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. فقره اخرى هتكون مع الكوره، وهنتكلم في ملفات عديده اكيد محليا وعالميا، هيكون منورنا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي طبعا الكبير جدا. نبدا بقى ونهني نفسنا، لان لما بيبقى في حدث حلو يا كريم بننبسط، بنبقى عايزين ان احنا نهني انفسنا وكمان ان احنا نتكلم عن اللي جاي، لان طبعا النجاح في حد ذاته طبعا تكون خطوه هامه جدا، لكن الحفاظ عليه ومش فكره بس ان انا بنجح وبتاهل، انا عايز اكمل وعايز ابني على دفع اللي جاي، لسه اعتقد هيكون اصعب بالنسبه يعني المنتخب الاولمبي الخاص بينا. فكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. احنا بنسعد جدا لما الفريق اللي احنا بنحبه واللي احنا منتمين ليه بيفوز في اي بطوله او بيحقق انتصار او خطوه للامام في اي بطوله، ما بال حضراتكم بقى لما يكون الكلام عن منتخب قومي، منتخب الاولمبي المصري. طبعا الفرحه بتزيد. امبارح بالمناسبه جمله او عباره والله وعملوها الرجاله اترددت كتير جدا، طبعا بعد الفوز الغالي الحقيقه اللي حققه المنتخب الاولمبي على غينيا بهدف دون رد. طبعا بكده نكون احنا تاهلنا رسميا لاولمبياد باريس 2024، وكمان هنروح ان شاء الله نهائي كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه المقام في المغرب. سجل هدف الفوز محمد شبانه وكان الهدف الوحيد في المباراه، وده حصل في الدقيقه 8، يعني نقدر نقول ان ده كان هدف الحسم المبكر. بكده هنشارك في اولمبياد باريس 2024 للمره 13 في تاريخ الدورات الاولمبيه وللمره الثانيه على التوالي. مصر هي سابع منتخب بيحسم تاهله الى اولمبياد باريس من اصل 16 فريق، والاول مره منذ نسختي عام 1960 و1964 بيتاهل منتخب مصر الى الاولمبياد مرتين على التوالي. والمره دي ان شاء الله هنقابل المغرب في النهائي بعد فوزه على مالي امبارح، فان شاء الله بنتمنى كل التوفيق. هنرجع نقول تاني طبعا مبروك لمنتخبنا، اداء كان جيد جدا من اللعيبه طوال الفتره اللي فاتت، ولو ان في بعض الماتشات او ببعض يعني الشوط الاول تحديدا كان بيبقى فيه اداء غير مرضي شويه، بنعوض دايما في الشوط التاني معرفش ليه. بس على كل حال مهم ان احنا نحقق النتيجه المرجوه، وقد كان هنسميها حاليا كتيبه يعني ميكالي زي ما الناس كلها دلوقتي على السوشيال ميديا اطلقت على المنتخب الاولمبي. وخلينا نتكلم ان انت ما استقبلتش اي اهداف في 8 مباريات رسميه، وده اعتقد انجاز كبير لو احنا اتكلمنا بلغه الارقام او بالفنيات شويه، يعني زي ما انت قلت فعلا عملوا اداء رائع جدا تاهلوا لاولمبياد باريس. بس اللي جاي اصعب واللي جاي اهم واللي جاي محتاج تركيز اضعاف اضعاف الفتره كمان اللي فاتت. يعني احنا بنتكلم عن فوز المنتخب، نتكلم كمان عن تحديدا بقى وده اللي يهمنا جدا ثلاثي الاهلي، لو هقول عن حمزه علاء محمد اشرف واحمد نبيل كوكا اللي كانوا متالقين بشكل كبير جدا. وبالنسبه كمان ان انت بتتكلم كان في اداء رائع تحديدا من حمزه علاء، ناس كلها بتتكلم عنه، مش فكره بس اللعيبه او المنتخب او اللي بيشجع المنتخب او النادي الاهلي، لا كل الناس بتتكلم عن اداء حمزه علاء تحديدا حارس المنتخب الاولمبي، وحاجه محترمه جدا اللي هو بيقدمها. ومن مواليد طبعا 2001 حافظ على شباكه نظيفه كلين شيت في 4 مباريات في كاس امم افريقيا بنتكلم، وتصديات اعجازيه كل ماتش، وحارس فعلا لما تيجي تتكلم او تقيمه حارس موهوب قدر ان هو يثبت نفسه ويوصل كمان للاولمبياد. فحاجه محترمه، نتمنى كل التوفيق. احنا عندنا طبعا اسماء كبيره كده كده في حراسه المرمى، فنتمنى ان اسم كمان حمزه يضاف لحراس المرمى كمان ويكون ليه نصيب ان هو ينضم للفريق الاول في النادي الاهلي، لان اعتقد ليه مستقبل كبير ممكن يكون مع النادي الاهلي في الفتره كمان اللي جايه. فبالتوفيق في اللي جاي، لكن لغايه دلوقتي احنا سعداء جدا. لكن هرجع تاني اقول وهكرر الكلام ده، احنا لسه اللي مستنينا اكبر بكتير، لان انا من الناس اللي مش عندي نظره كريم خالص تشاؤميه حضراتكم عارفين، لكن دايما الواحد ما بيحبش يفرح زياده لمجرد انه تاهل. ما احنا بنتاهل لاولمبياد وبنتاهل لحاجات كتير في رياضات مختلفة، اللي يعنيني انا بعد ما بتأهل ايه اللي بيحصل، ده مهم جدا. يعني مش اعجاز ان انا اتأهل، على فكرة هو الطبيعي ان انا اتأهل لمنتخب الاولمبي ولا اي رياضة إن كانت موجودة في الرياضات المصرية المختلفة، هو الطبيعي ان انا اتأهل، لان احنا عاملين باع كبير جدا وعندك بوتنشال كبير جدا وعندك اهتمام من الدولة كبير جدا في السنوات كمان الاخيرة طبعا.
ومش بس الدولة، عندك اهتمام جماهيري كمان. رياضات كتيرة جدا فيما سبق ما كانش ليها نصيب من الاهتمام الجماهيري، اللي كان الآن أصبح ليها اهتمام كبير جدا. سبونسرز يتطلعوا ان هم كمان بيرعوا العديد من الأبطال بتوعنا سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. فأنت عندك تطور حصل بالفعل في هذا الملف، فنتمنى انعكاسات ده بقى تكون موجودة على البطولات وعلى حجم كمان المشاركات والميداليات اللي بتحصل أو بتحصدها من هذه المشاركات. فتأهلنا رائع جدا، مبروك علينا جميعا، بس أكيد منتظرنا لسه مهام كبيرة جدا إن شاء الله نكون على حسن ظن أو عند حسن ظن الجميع. يعني طبعا يعني امبارح المصريين كلهم، ومن قبل كده بس امبارح بشكل بصفة خاصة، يعني المصريين كلهم كانوا سعداء للغاية بحمزة علاء. وطبعا مش محتاج أقول لكم عن فرحة الأهلوية بشكل استثنائي بصفة خاصة، لأن احنا بنتكلم على حراسة عرين المرمى، دي مدرسة متكاملة الأركان موجودة في النادي الأهلي. يعني بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء مؤخرا بسم الله ما شاء الله عمل شغل رائع ونال استحسان الجميع. امبارح كان ليه فيديو كمان بعد انتهاء اللقاء كان بيتكلم فيه وهو منفعل وتقريبا وهو بيبكي وبيقول ان احنا كده حققنا حلم الشعب المصري. ناس كتير كانت شايفه ان الجيل ده ما عندوش القدره ان هو يحقق اي شيء، لكن الحمد لله حققنا ولسه هنحقق المزيد والمزيد. امبارح طبعا كان في يعني تهاني كتير جدا ترجمه حاله الفرحه العامه الموجوده عند عموم المصريين، سواء كان من الاتحاد المصري لكره القدم طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام اللي هنى الشعب المصري كله بتاهل المنتخب الاولمبي لاولمبياد باريس 2024 متمنيا دوام التوفيق والانجازات للكره المصريه، وكمان من خلال دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي نقل للبعثه تهنئه القياده السياسيه وقال نصا: الجماهير المصريه تقدر جهدكم الكبير والتاهل لاولمبياد باريس والوصول الى النهائي القاري، وأتمنى مواصلة اللاعبين للتركيز وتقديم أداء يليق بكرة القدم المصرية في النهائي، ونسعى لتقديم أداء قوي في الأولمبياد وليس التمثيل المشرف كما يقال. دي كانت تهنئة السيد وزير الشباب والرياضة. بص، التهاني كانت موصولة زي ما بيتقال، يعني أهمها طبعا تهنئة العديد من الجماهير والشعب المصري للمنتخب الأولمبي، اللي أكيد هنرجع نقول تاني أنا مفروض يكون عندي تارجت أنا كرياضي في أي رياضة، في أي رياضة مصرية، كرة قدم، منتخب أولمبي، أي رياضة إن كانت، لازم يكون دايما حاطة التارجت إن أنا ورايا ملايين من المصريين هيسعدوا لو أنا فعلا قدرت أحقق إنجاز كبير أو جديد للرياضة المصرية في أي محفل دولي. فده بيبقى بريشر كبير، بيبقى ضغط كبير جدا على اكيد كل لاعب في اي رياضه، لكن هو ده الوضع، هو ده الحال. انت عندك دعم اكتر من 100 مليون شخص، فده لازم يكون دايما في دماغ اي بطل بيمثلنا في اي يعني بطوله كانت. امبارح التهاني كانت مختلفه طبعا، من الشعب المصري، كانت من اللجنه الاولمبيه، كان من النادي الاهلي، كان كمان زي ما اتكلمت من وزاره الشباب والرياضه، وكمان النادي الاهلي كان ليه تهنئه يعني واخصها بالمنتخب الاولمبي، قال لهم عندكم لسه كتير جدا أشياء أخرى منتظراكم في الفترة القادمة، فكل التوفيق إن شاء الله ليهم. يعني أنا شايفة أن كل الناس دلوقتي بتدعمهم، ويمكن دي التصريحات اللي كانت خاصة بميكالي لما سمعناها قبل كده، ما قالك الفترة دي إحنا محتاجين طاقة إيجابية من الجموع. أعتقد حاليا أنت حاصل يعني الأمنية دي محققة، كل الجهات يعني بتشجع، كل الجهات أو خلينا نقول عندها ثقة في المنتخب الأولمبي. أتمنى يكون اللي جاي أفضل كمان في الفترات القادمة، مش بس في فكرة النتائج يا كريم، لا كمان في فكرة اللعب. أنا عايز أشوف لعب ممتع، ده مهم جدا. ولو عايز يشوف طاقة إيجابية فرجونا أنتوا أداء إيجابي، فرحنا وإحنا نضخ لكم طاقة إيجابية من هنا لغاية بكرة طبعًا. ما عندناش مشكلة في هذا الإطار. تعالوا بقى نروح شوية لماتش الإسماعيلي. طبعا إحنا عارفين إنه من قديم الأزل طول عمر ماتشات الأهلي الإسماعيلي بيبقى لها خصوصية شديدة. الإسماعيلي الملقب ببرازيل العرب أو برازيل مصر. أي نعم الإسماعيلي في الفترة الأخيرة نتيجة أسباب كتير كنا اتكلمنا في بعضها قبل كده في حلقات سابقة، ولكن قد تكون الفترة دي ما هيش الفترة الأمثل على النادي الإسماعيلي ولا على جماهيره، ولكن تبقى كالعادة هناك خصوصية شديدة لأي لقاء بيجمع ما بين الإسماعيلي والأهلي في أي بطولة كانت. النهاردة طبعا الأهلي إن شاء الله هيستكمل مبارياته المؤجلة بمواجهته المهمة أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب في اسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 في منافسات بطولة الدوري الممتاز. امبارح الفريق خاض مرانو على ملعب مختار التتش، وبعدها عقد كولر محاضرة لمناقشة خطة الاستعداد لهذه المباراة. طبعا الأهلي حاليا بيتصدر بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، وإن شاء الله نحقق هدفنا بالفوز النهاردة ونحصد 3 نقاط إضافية.
ننتقل لقرعة بطولة كأس العالم هنا لكرة القدم المصغرة، رياضات على فكرة جديدة انت مش كومن كنت بتسمعها في الفترات اللي فاتت، لكن اهو انت عندك بطولات كبيرة بتحصل، وكمان اوقات كتير بتستضيفها مصر بطولات يعني بيبقى من جميع تقريبا دول العالم، وارقام كبيرة جدا واعداد كبيرة جدا ووفود كتيرة جدا بتيجي، تكون عندك بلس الميديا كمان العالمية اللي بتفرق جدا طبعا وجودها او بيفرق وجودها. خلينا نقول لكم البطولة دي هتقام تحديدا في رأس الخيمة خلال الفترة من 26 أكتوبر ل 4 نوفمبر. المنتخب مصر هيلعب في المجموعة السابعة مع تونس عندك والعراق وأذربيجان، وهيتنافس في كمان مونديال كرة القدم المصغرة 32 منتخب مقسم ل 8 مجموعات. بالنسبة برضو أو بالمناسبة خليني أقول إن البطولة دي بتقام مفروض كل عامين، ورأس الخيمة هتعد أول مدينة عربية بتستضيف البطولة اللي تفوقت في السابق يعني أو في السباق على مدن أخرى زي عندك حاجات بودابست على سبيل المثال طبعا عاصمة المجر وغيرها. ودور المجموعات هيبقى من 26 ل 31 أكتوبر، وبعدها الأدوار هتكون الإقصائية، وإحنا أكيد هنتابع كل ده بحضراتكم وصولا بقى للنهائي اللي هيكون يوم 4 نوفمبر. برضو رياضة جديدة يعني مش جديدة هي في تواجدها، بس جديدة إنك تسمع إنجازات بتحصل فيها بالشكل ده طبعا. وعلى صعيد الإنجازات اللي بتتكلم عنها إنجازات البلد بقى، تعالوا نتكلم بشكل قومي البلد ككل، وكلنا أكيد خدنا بالنا إن في طفرة استثنائية حصلت مؤخرا فيما يتعلق بمسألة حسن استضافة مصر وتنظيمها لأكبر بطولات رياضية على مستوى العالم. عايزين نعرف حضراتكم إن امبارح الاتحاد المصري للكرة الطايرة وقع بالفعل عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية للرجال مع الاتحاد الإفريقي. البطولة هتقام في القاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبل إن شاء الله. وزي ما كنت بقول لكم من شوية بكده بتكون مصر بتواصل يعني سلسلة استضافات للبطولات القارية. وبرضو عايزين نعرفكم ان منتخب الطايرة بيواصل حاليا الاستعدادات القوية من اجل المشاركة في البطولة الافريقية واكيد المنافسة على اللقب، بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. في كمان بطولة تانية بتستعد مصر ليها وهي منافساتنا البطولة العربية للأندية في الجودو تحديدا، هتقام مفروض في العالمين الجديدة واختيار اعتقد موفق جدا خلال الفترة من 12 ل 19 أغسطس. البطولة هتشمل مراحل عندك البراعم والأجبال والناشئين في لعبة الجودو تحديدا. اختيار مدينة العالمين لو هقف عنده شوية جديدة يعني ان انت تستضيف فيها منافسات البطولة بالشكل ده، طبعا ده هيجي في إطار او هنتكلم ان هي في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري الجودو، هدفها طبعا المساهمه في تنشيط السياحه زي ما كنا بنتكلم، وتعريف برضو الدول العربيه المختلفه على جهود الدوله المصريه في انشاء المدن الجديده والنهوض كمان بمستوى الرياضه المصريه بشكل عام. فنتمنى كل التوفيق، وانا شايفه ان اختيار تحديدا مدينه العالمين الجديده اعتقد مكان موفق جدا، انت عايز تعمل حدث رياضي وتعمل جنبه برضو يعني تنشيط للسياحه، انت في حاجه لده دايما باي فكر ان كان اندايركت عارف ودايركت ماركتنج للسياحه ده بيكون برضو مفيد جدا. يعني السياحه الرياضيه من اكتر الملفات اللي احنا اتكلمنا عنها هنا، زائد الملف الثاني الخاص بذوي القدرات الخاصه وفيما يتعلق يعني ممارستهم للرياضه ومشاركتهم مع المنتخبات المصريه في الرياضات المختلفه من الملفات المهمه جدا. والحقيقه على صعيد السياحه الرياضيه احنا لا واخدين بالنا ان في الفتره الاخيره في بطولات كتير في رياضات مختلفه لا بينقوا الاماكن المظبوطه عشان تتنظم الفعاليات فيها، وطبعا بيبقى ده انعكاس طيب جدا سياحيا مش بس على فكره الناس اللي بتشارك، احنا بنتكلم على وفود مش بنتكلم على افراد بيشاركوا، دي وفود وكمان في تغطيه صحفيه واعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي، كل الكلام ده حلو هيلقي الضوء على الجمال اللي موجود في بلدنا. انا بتفق معاك والله يا كريم. بص يعني تاني هنرجع نتكلم لو تحديدا على الملف الرياضه عندنا المصريه، سنوات طويلة جدا جدا مش لازم نحدد امتى بس السنوات طويلة جدا كان ملف مهمل بالنسبة للأبطال، يعني عشان كنا نسمع عن بطل قدر يحقق مثلا رقم قياسي عالمي كنا بنسمع كل فين وفين كل فين وفين، بمعنى كل فين وفين يعني الفترات طويلة جدا، لأن الأبطال وقتها كانوا بيعفروا لوحدهم مجهود ذاتي وشخصي بس ما فيش أي دعم من أي جهة إلا ولو كان محدود بشكل صغير جدا، أنا بتكلم ممكن على فترة كمان التسعينات، لكن ابتدى دلوقتي الوضع يختلف بشكل كبير لان الملف ده اصبح ملف مهم جدا. ولما بقى ملف مهم وحظى على اهتمام كبير، ولو ان انا ضد فكره ان دايما علشان اهتم بالملف واديه الاهتمام المطلوب ان لازم يجي قرار يعني من فوق، لان اكيد في الاول وفي الاخر انا كمسؤول انا ده ملف معني بيه، انا المفروض
ان انا اهتم بيه. شفنا جهات كتيره مختلفه بتهتم طبعا بملفات عديده خاصه بالرياضه وابطال وغيره، لكن ده برضو مؤخرا ما كناش بنشوف ده من فترات طويله. على كل حال مش مهم اللي فات، المهم الفتره اللي احنا فيها. ماشي. اكيد خلينا ننظر نظره ايجابيه وده امر رائع، ولكن مازال عندنا برضو بعض الامور اللي محتاجه ضبط الى حد ما، اللي محتاجه اعاده يعني تخطيط فيها. اتمنى ذلك، لان فعلا احنا يعني في البرنامج بس يا كريم، طبعا ده غير العلاقات الشخصيه اللي نعرفها، بس في البرنامج احنا بنقابل ابطال في كل الرياضات بيمثلوا مصر في كل الرياضات وفي المحافل الدوليه المختلفه. في منهم اللي بيقول لك انا ما عنديش اي ازمات، وفي منهم اللي لسه بيتحدث ان في بعض المشاكل الموجوده. انا اعتقد ان مع كل الاهتمام واهتمام الدوله لازم يكون في حل لبعض المشاكل الصغيره، وان كانت مشاكل ماديه او غيره. ونداء برضو في نفس الكلام للشركات الكبيره، وقلت الكلام ده كتير وعلى فكره هفضل اقوله، الشركات الكبيره اللي هي اوريدي جزء من الارباح بتاعها بيبقى في تخصيص للحاجات اللي هي الخدمه المجتمعيه، يعني فاوريدي ممكن انت تعمل ده وجزء يكون من الماركتنج ليج، ان انت تدعم الرياضيين المصريين اللي في حاجه لده. انت عندك اتحادات كتيره جدا المدخول بتاعها قليل، المدخول ليميتد جدا، هم في حاجه ليه مزيد من الدخل. فكون ان انا اصرف بقى هناك واعمل دعايه في نفس الوقت، دي لي حاجه اعتقد هتفيدك انت، هتبقى وين وين سيتويشن. ففي بعض الحاجات الصغيره لو تم يعني الالتفات ليها وحلها بشكل كبير، اعتقد مش هيبقى عندنا مشكله خالص ان احنا ننافس دول كبرى كريم سبقتنا بكتير كمان وامكانياتها اكبر بكتير. نقدر نقول في هذا الصدد انها ابتدت تندع، عارفه التعديل، خلينا نقول بصراحه شويه بقى يعني في فكر مختلف، السبونسرز بقت تروح للالعاب الفرديه كمان. انا بتفق معاك، ناخد خطوات حتى ولو كانت يعني الخطوات دي استجدت مؤخرا، بس كتر خير الدنيا ان هي استجدت، وبالمناسبه انعكاساتها كانت انيه وفوريه. أيوة، يعني في نفس طول. الوقت في نفس الوقت على طول شفنا لها انعكاسات طيبه، وشفنا طفره، كنا بنتكلم من شويه ان في طفره اضعف الايمان على صعيد تنظيم مصر لبطولات عالميه مختلفه على اراضي مصريه. طيب دي كانت درجات الحراره، خلونا نتعرف بقى على المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه. فاحنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود اهلا بحضرتك معانا، وكل سنه وانت طيب وليك وحشه والله. الله يخليك يا استاذ كريم، كل سنه وحضرتك طيب. بنغوان اهلا بيكم. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك. احنا كده بقى دخلنا رسمي في الاجواء الصيفيه، مظبوط؟ طبعا. طيب الاجواء الصيفيه بقى بتحمل في اخر كام سنه في بعض الاحيان يعني ايه موجات حاره استثنائيه، هنبتدي بقى ايه نتعامل مع النوع ده من الموجات امتى؟ احنا في شهر 7 حضرتك استاذ كريم، شهر 7 وشهر 8 هم عز صيف جمهوريه مصر العربيه. بالفعل هناك امتداد ملحوظ لمنخفض الهند الموسمي، ايه اللي بيأثر علينا بشكل كبير جدا على كافه محافظات الجمهوريه، بكتل هوائيه حاره الى شديده الحراره احيانا في المناطق الجنوبيه للبلاد، مع ارتفاعات شديده في نسب الرطوبه. ارتفاعات نسب الرطوبه طبعا هو اللي بيدينا مزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره سواء في فترات النهار او في فترات الليل. فطبعا ارتفاع نسب الرطوبه هو ده العامل المؤثر والاكثر تاثيرا على مود المواطنين ويعني ومزاجاتهم وتقلباتهم نتيجه طبعا العرق الشديد وكميات الرطوبه العاليه والاختناق اثناء التواجد في اماكن مغلقه او اماكن سيئه التهوى. تمام. برضه من الحاجات اللي ظهرت الكام يوم اللي فاتوا عالميا كان في حرائق غابات، طبعا طبيعي بقى هنبتدي نسمع النوع ده من الاخبار الفتره اللي جايه في دول اوروبيه كتير، كان في حتى في كندا حرائق غابات والدخان الكثيف بتاعها وصل لدول مجاوره. احنا بعيد شويه عن النوع ده من الحاجات، مش كده برضه يا فندم؟ مش بس عشان ما عندناش غابات، انا بتكلم على الاجواء الاستثنائيه الحاره بشكل استثنائي. باذن الله طبعا احنا بعيد عن هذه الموجات شديده الحراره بتأثر على حرق الغابات، لان ما فيش عندنا طبعا طبيعه الغابات اللي موجوده في بعض دول العالم مش موجوده في جمهوريه مصر العربيه، لكن ما فيش كلام ان ممكن يحصل حاجه نتيجه ارتفاع درجه الحراره او تزويد بعض التكييفات بشكل مستمر، ممكن لا قدر الله تصيب حاجه زي كده مع ارتفاع درجات الحراره. طبعا حتى محاصيل بتتاثر جدا في الاجواء الحر. حذرين بس في التعامل مع هذه الاشياء. ما انشغلش المراوح على مدار ال 24 ساعه، التكييفات على مدار ال 24 ساعه، لا الموضوع يكون فيه نسبه وتناسب، لازم افتح الشقه او اماكن الشغل الشبابيك البلكونات لازم يكون فيه حركه للهواء عشان نسب الرطوبه
العاليه دي بقدر الامكان ما يحسش بيها كبار السن والاطفال اللي بتسبب حالات اختناق احيانا. صحيح، جميل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود على التغطيه دي، شكرا لحضرتك. فاصل يلا ونرجع نكمل، اتفضل. خلونا نروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف ان مراسلتنا هنا ابو القاسم اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي كمان والفرق عندنا المختلفه. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي، وتفضلي اكيد سامعينك انا وكريم وسادة دلوقتي المشاهدين اللي بيتابعونا، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ بقى أخبارنا النهاردة، طبعا حابة أضم صوتي لصوتكم وأهنئ منتخبنا الأولمبي بعد حسم تأهله للأولمبيكس 2024، وكمان طبعا تأهله لنهائي كأس الأمم الإفريقية. يعني الحقيقة عملوا بطولة كبيرة جدا، أكيد ربنا يكملها لهم على خير، إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا يوم السبت القادم على المغرب وكمان يتوجوا بالبطولة. وكمان الحقيقة لازم نشيد بأداء لاعبنا، لاعب النادي الأهلي أو حارس مرمى النادي الأهلي حمزة علاء، عمل بطولة كبيرة جدا الحقيقة برضو، وقدر امبارح كمان يحرز على أفضل لاعب في المباراة، فطبعا بنبارك له أكيد وبنبارك لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله بقى تكمل على خير. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة ونبدأ طبعا بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق الإسماعيلي، ده طبعا ضمن منافسات الجولة ال 18، هي مباراة مؤجلة من الجولة ال 18 من بطولة الدوري. المباراة هتكون على استاد برج العرب. خليني بقى أكلمكم أكتر عن استعدادات الفريق للمباراة، يعني يمكن ما كانش فيه وقت كبير أكيد للاستعداد. الفريق خاض مران يوم الاثنين، كان مران استشفائي، وامبارح بقى كان عنده المران الختامي قبل مباراة النهاردة. المران كان الساعة 5 مساء. كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المباراة المران عفوا، عشان بقى يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده. يعني اللاعبين خاضوا الحقيقه تدريبات متنوعه سواء بدنيه او فنيه، واختتم بقى المران مستر مارسيل كولر بتقسيمه قويه لجميع لاعبين الفريق استعدادا لمباراه النهارده. بعد المران مباشره غادر الفريق للاسكندريه ودخل في معسكر مغلق هناك طبعا استعدادا لمباراه النهارده. كان بقى يا نهواندو ويا كريم خليني اقول لكم انه الفريق هيستمر في الاسكندريه بعد مباراة النهاردة عشان يستعد لمباراة الاتحاد السكندري اللي أيضا هتقام في الأسكندرية يوم السبت القادم. طبعا زي ما احنا عارفين مفيش وقت كبير بين المباريات واللعيبة أكيد في حالة إجهاد، فده طبعا هيساعدهم وهيسهل عليهم لما يفضلوا في الأسكندرية، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى حابين نفكر طبعا كل جماهير النادي الأهلي إن الإدارة موفرة أتوبيسات مجانية لكل الجماهير من القاهرة للأسكندرية. التجمع هيكون الساعة 12 أمام فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وتحرك الأوتوبيسات هتكون الساعة 1 الظهر. كل بس اللي على الجماهير إن هم يتأكدوا إن هم معاهم الفان أي دي وكمان تذكرة مباراة النهاردة، يعني أكيد الحقيقة خدمة جيدة جدا من إدارة النادي الأهلي عشان بقى الجماهير تؤازر الفريق في مباراة النهاردة. طبعا بنتمنى للاعبينا كل التوفيق. كمان بقى استكمالا الحديث عن كرة القدم، طبعا بنفكر مشاهدينا إنه اختبارات ناشئين كرة القدم لسه مستمرة في محافظة الشرقية، يعني لليوم الثاني على التوالي بمقر الاكاديميه بمركز شباب ابو كبير. زي ما احنا عارفين انه امبارح بدات الاختبارات في الشرقيه، كانت من مواليد 2013 حتى مواليد 2018. النهارده بقى اليوم الثاني للاختبارات، ومن مواليد 2007 حتى مواليد 2012. وكمان المحطه الثانيه هتكون في السويس، هتكون بنادي النصر للبترول مقر الاكاديميه بالسويس، وايضا هتكون متقسمه على يومين، يوم 7 و8 يوليو. يعني اكيد فرصة كبيرة جدا لكل الموهوبين سواء بمحافظة الشرقية او محافظة السويس، بنتمنى لهم كل التوفيق. دي اخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، وزي ما احنا عارفين انه اكيد كل الفرق الرياضية دلوقتي اوف سيزون، خلاص خلصوا الموسم بتاعهم، لكن معظم لاعبي النادي الاهلي منضمين للمنتخبات. والنهارده بقى اخبارنا متعلقة بمنتخب السيدات لكرة السلة، واللي قدر يحقق فوز امبارح على فريق المغرب في البطولة العربية، قدر يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 81-59، حان هم عملوا مباراة كبيرة جدا اكيد، وتألقت بقى لاعبة النادي الاهلي
اللاعبه ميرال اشرف عشان تحصل على افضل لاعبه. يعني الحقيقه عملت 23 نقطه، 7 ريباوند واسيست واحد، عملت مباراه كبيره جدا وقدرت طبعا تحصل على افضل لاعبه. يعني خليني افكر حضراتكم ايضا ان البطوله بدات يوم 3 وهتستمر حتى 10 يوليو الجاري، والبطوله مقامه هنا في مصر، وبتتزين بقى قائمه منتخبنا الوطني بسداسي النادي الاهلي، اللاعبه سوريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، ميرال اشرف، حبيبه محمد، ويارا اسامه. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ولمنتخبنا الوطني اكيد، وان شاء الله بقى يتوج بالبطوله العربيه. اخيرا بقى معانا خبر متعلق باللاعبه ونجمتنا العالميه هنا جوده، واللي بتقفز نحو القمه ووصلت للتصنيف العالمي في المركز ال 32 على العالم فئه السيدات. الحقيقه ان هي لسه ما كملتش 15 سنه، ودايما الحقيقه يعني وصلت ان هي تبقى ال 32، اكيد دي حاجه كبيره جدا، واكيد الكل بيتنبأ لها بمستقبل مشرق. يعني كلنا فخورين بيكي اكيد يا هنا، وان شاء الله بنتمنى لك مزيد من التألق والتقدم. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، وكمان الفريق الاول لكره القدم. كمان بقى انا هواندو يا كريم ننقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 28، الاعضاء بالفعل متواجدين، وكمان الحقيقه في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي الاهلي، لان زي ما احنا عارفين خلاص المدارس والجامعات بدات خلاص اجازه الصيف، فده طبعا بيخلي في سيوله مروريه جيده، يعني كل الاعضاء تقدروا بقى تيجوا تستمتعوا باليوم النهارده. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه كالعاده يا هنا، بنشكرك عليها جدا، شكرا ليكي زميلتنا العزيزه. خليني بس اقول على خبر سريع، لان من الاخبار اللي انا قريتها وكنت حابه برضو اشارك حضراتكم فيها، يعني ان خبر كان حلو بصراحه ان احنا نسمعه. بقرا امبارح كده بعض الاخبار الرياضيه، قال لك نيمار، حاجه خاصه بنيمار. نيمار المفروض امبارح كانت الصحف بتكتب، وفي ناس كتيره مستاءه وفي ناس مع هذا القرار، يعني اتفرض عليه 3.5 مليون دولار غرامه. انت عمرك شفت غرامه ب 3.5 مليون دولار؟ ليه بقى؟ انا سمعت عن القصه دي. كان عامل حاجات بشكل غير قانوني، بشكل هو عنده قصر في البرازيل، السلطات البرازيليه راحت قالت له ممر مائي باين، هو عايز بحيره صناعيه، يبني بحيره صناعيه عنده في القصر بتاعه في البرازيل يعني. فمفروض ان هو عشان يبني البحيره الصناعيه دي هيبتدي يمحي بعض الاعشاب وبعض اللي هي الحاجات الشجر والنباتات اللي هي موجوده طبيعيه، فده مخالف للبيئه هناك. يعني بص، كل حاجه لها قانون، كل حاجه لازم تلتزم فيها، لازم تاخد ترخيص، لازم. الموضوع مش ماشي كده بس. ليه بقول الخبر ده؟ لان انا من الناس شويه اتخضيت من الغرامه، يعني علشان انا اقتلعت بعض الاشجار او غيره بدفع 3.5 مليون دولار غرامه، فطبعا رقم كبير جدا، ولكن ده يدي لك في الاخر ايحاء ان القانون قانون. طبعًا. يعني ومن ناحيه ثانيه حتى لو جوه قصرك. طبعا بس من ناحيه ثانيه يديكي بقى ايه صوره كده ولو مبسطه عن المساحه بتاعه القصر ده عامل ازاي مثلا، عشان يتعمل فيه بحيره انت متخيله. طيب تعالوا، انت بتركز في حاجات والله العظيم. تعالوا بقى نروح لابرز نجوم كره القدم اللي ودعوا الساحره المستديره الموسم الماضي. طبعا من اهم الاسماء اللي فيها زلاتان ابراهيموفيتش طبعا، وجيرارد بيكي، ومسعود اوزيل، وغيرهم. تعالوا نتابع الفيديو جراف ده ونطلع بعديه فاصل ونرجع بقى عشان نستهل او نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. اهلا كل حضراتكم مره ثانيه، اللي منكم بيتابع برنامجنا باستمرار اكيد خد باله ان احنا زي ما بنهتم باننا نتكلم عن كره القدم وكل تفاصيلها، بنهتم كمان ان احنا نتكلم عن الالعاب الاخرى بكل تفاصيلها، وده اللي هنعمله في الفقره الحواريه الاولى. احنا بالفعل عندنا ملفات مهمه عايزين نتكلم فيها، ولا سيما ان احنا في الفتره دي بنشارك في بطولات مهمه وبنستعد لبطولات ثانيه مهمه. هنتكلم في كل هذه الامور مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك واهلا بيك معانا. صباح الخير واهلا بيك. صباح الهنا. صباح الفل كالعاده، منورنا والله يا استاذ شادي. والالعاب الاخرى ملف مهم جدا، لسه انا وكريم كنا بنتكلم حتى في الانترو ان احنا يعني الالعاب الاخرى واللي بيمثلونا في المحافل الدوليه المختلفه وفي الاولمبيات، وازاي ان احنا يعني نسهل عليهم كل الامور، ودور الاتحادات ووزاره الشباب والرياضه، وضربنا مثل بالتسعينيات وغيره وقبل كده كمان، ازاي كان كل كام سنه كده بطل اوحد هو اللي يطلع، ومجهود ذاتي تقريبا ومجهود شخصي، ما كانش فيه كمان دعم اعلامي ولا صحفي بشكل كبير. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، يعني الوضع دلوقتي اختلف بشكل كبير جدا، ولما اختلف لقينا نتائج على الارض
رائعه جدا كمان وايجابيه ونماذج يعني فعلا فعلا ابطال زي ما بيتقال سواء على المستوى الاولمبي او البارالمبي كمان. خلينا نبدا من النقطه دي، فكره التطويض مؤخرا اللي حصل وازاي نبني عليه، لان بصراحه احنا واصلين لمرحله مش عايزين نروح نمثل مصر في محافل دوليه كبيره زي حتى الاولمبياد واقول اصل انا حلو قوي ان انا مثلت مصر في كذا وحصلت على واحده ذهبيه واحده وخلاص. يعني هو احنا ليه ما نحصلش على اكتر وليه ما يبقاش عندنا انجازات اكتر على الارض، وفين المشكله ولو في مشكله بتتحل ولا لا؟ انتهى الصراحه. طيب بصي، انا طبعا بحييكي ان انت من الناس اللي دايما بتتكلمي وبتثير الموضوع ده، واحنا خلاص كل فتره بنقرب من باريس. امبارح طبعا بنبارك للمنتخب الاولمبي لكره القدم تاهله وللمره الثانيه على التوالي، حاجه ما حصلتش من التسعينيات من الستينيات كده، اللي تاهلوا فعلا من مصر لاولمبياد باريس منتخب كره القدم، وثلاثه ابطال في الالعاب الفرديه، عزمي محلبه في الرمايه ومروان القماش في السباحه ومهند شعبان في الخماسي الحديث. لسه طبعا التصفيات والبطولات الافريقيه المؤهله لباريس هتبتدي على مدار بقى شهر 8 ولحد قبل البطوله. النقطه اللي انت بتتكلمي فيها مهمه جدا، اللي احنا مجرد الوصول، وكنت شفت في الانترو اللي انت بتقولي مجرد الوصول للاولمبيكس مش هو ده، يعني مش هو ده الماكسيمم بتاع اي رياضه. التاهل مش كل حاجه، انا عايز اعمل حاجه بعد ما اتاهل يعني. بالظبط، بس صناعه بطل اولمبي بالارقام وبالفلوس، انت عشان تعملي ميداليه اولمبيه محتاجه ما لا يقل من 3 ل 4 مليون دولار، مش من قبل الاولمبيكس اللي قبليها او من النسخه اللي قبليها، دي ممكن تستمر مثلا 7-8 سنين عشان نوصل للسنه دي، هنقول اللي ده معد ان هو يكسب ميداليه. الرقم ده ينطبق على كل انواع الرياضات؟ على الالعاب الفرديه تحديدا. خلي بالك في العاب بتحتاج معدات وبتحتاج طبيعي ملاعب ليها طبيعه خاصه و و وفي رياضات ثانيه ما بتحتاجش الارقام الكبيره دي. المبلغ ده بعيدا عن المعدات وبعيدا عن كل ده، اللي هو التجهيز ما بين معسكرات، ما بين نيوتريشن او خطه غذائيه، ما بين اعداد نفسي، اللي هو التيم كامل للبطل الاولمبي. لو احنا بنتكلم على المعدات والملاعب والكلام ده، هو مش منوط يعني اللي هو يعني هي دي بتبقى متوفره اوريدي لما حد بيلعب في الليفل العالي خلاص. الحاجات دي بتبقى من السبونسرز او من الاتحادات. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، طيب ازاي هنوصل اللي احنا لما نروح الاولمبيكس نبقى حاطين تارجت لينا عدد ميداليات معين ويتحقق؟ بالظبط، هو ده النقطه اللي احنا اوقات بنحط عدد ميداليات ومش بنحققه، بنحقق في حاجات عمرنا ما تخيلناها، ودي حصلت الدوره الاخيره يعني، فحساباتنا برضو بتبقى حتى مش مظبوطه. ما هي زي ما بنقول، انت عشان توصل للي انت تحدد الميداليات بتاعتك والظروف تخدمك، ما بين قرعه، ما بين عدم اصابه، ما بين اجواء، الطبيعي اللي انت تحدد او توصل للمينيمم بتاعك، بمعنى ان انت لو بتلعب لعبه رقميه لازم تحقق على الاقل رقمك. يعني ما انت لو حققت الرقم بتاعك او كسرته الميداليه دي يعني عند ربنا. لكن انت تعمل كده، لكن اللي انت تروح في لعبه رقميه في اولمبيكس وتجهيز 4 سنين وما تحققش رقمك، يبقى كده في ديفو ما بين بقى الاتحاد مش عارف يجهزك صح، ما بين اللي انت ما عملتش اللي عليك، ما بين اسباب تانيه كتيره. لكن اللي احنا نكسب ميداليه دي محتاجه خطه وعمل كبير. النقطه اللي انت بتقوليها، الحاجات اللي مش متوقعه ممكن تكون بالنسبه للجمهور، وخاصه يعني تحديدا ميداليه احمد الجندي في طوكيو. الجمهور مش عارف يعني ايه خماسي، او مش عارف ان الجندي ممكن يعمل كده. ليه؟ هو كان الاتحاد عارف ان هو هيحصد ميداليه، لان كان معانا رئيس الاتحاد، انا فاكره تقريبا كان بيتكلم شريف العريان، كان بيتكلم ان في ابطال حصدوا على بطولات او ميداليات يعني ما كانوش اصلا ضمن الخطه، فده اللي كان مبهر وقتها يعني. تمام، بس اللي كان بيتابع الخماسي احمد الجندي لو وصل للليزر رن وهو جوه العشرة او جوه ال 11 يعني ترتيبه في ال 18 بتاع الفاينل مثلا، لو العاشر او ال 11 بنسبه 75% هيعمل ميداليه. ده اللي بيتابع الخماسي، لكن بالنسبه للجمهور او بالنسبه في، خلي بالك برضو في نقطه، انا لو انا ما حددتش ان انا هكسب ميداليه ورحت عملت ميداليه كاتحاد، هيبقى زي ما بيقولوا ايه،
حاجة مش متوقعة لكن لو أنا قلت يعني هعمل ميدالية وما حصلتش اللوم كله هيبقى. ففي لأ مش هقصد اللي كان فيه يعني ممكن كل اتحاد يقول لك أنا مثلا هحصد اثنين وهو ممكن يكون أربعة عشان ما يبقاش لو ما حصلتش مأمن نفسه عليه في الآخر يعني مثلا بس ده مش صح. ما ده مش صح، احنا بنتكلم في الصح يعني احنا بنقول الموضوع عشان العين عشان هو حويط الراجل عشان ما يستعملوش كلمتين لو الهدف اللي هو أعلن عنه ما اتحققش. ممكن خلي بالك اصل والله هقولك على حاجه برضه هي في نقطه خلينا نتكلم، مش احنا بنتكلم بصراحه، احنا بنحب الصراحه جدا، اصرح من اللي احنا بنقوله. تمام جدا. كام اتحاد قال هنكسب ميداليات وما كسبش واتحسب؟ ولا واحد. طب انا عندي سؤال بقى بالمناسبه في اطار في اطار الصراحه بتاعت استقبالا برضه للصراحه. اتفضل. اللي انا هقول لك عليه ده حصل اكتر من مره، مش كتير اي نعم، وعلى فترات متباعده اي نعم، بس حصل اكتر من مره، فكونه بيحصل ده لازم نقف عنده شويه. والكلام ده بيحصل في رياضات فرديه ورياضات جماعيه. تمام. ان انت بتسمع او تصحى الصبح على خبر ان اللاعب الفلاني اللي بيمارس الرياضه الفلانيه هرب من البعثه، او انه ساب ال- 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 الرياضه في البلد واتجه للتجنيس بجنسيه اخرى اصلا. تمام. ولما الدنيا بتقوم عليه وبتدي تتعامل معاه لقاءات صحفيه او هو يكتب حاجه على تويتر او على فيسبوك الى اخره، بيكون الكلام بطبيعه الحال ماشي في سكه ان انا يعني مش بحصل على الحد الادنى من الطلبات المشروعه اللي لازم تتحقق لي كراجل بطل في الحته بتاعتي. خلينا بقى نتكلم بطل. وممكن نقفل البرنامج على كده. عايز اضيف حاجه لسؤال كريم برضو. فضل. هل ده بيحصل مع اي دوله اخرى ان ابطالها بيروحوا بيمثلوها في الاولمبيات ومنهم اللي بيهرب فعلا؟ هل حصلت مع اي دوله عربيه مثلا اخرى؟ لا، الدول العربيه بتجنس لعيب، الدول الافريقيه بتصدر لعيب، بمعنى منتخبات فرنسا، منتخبات اوروبا، هتلاقي انجلترا هتلاقي فيها لعيبه من افريقيا ومتجنسين. أيوة. المنتخبات او الدول العربيه بتجيب لعيبه وتجنس وتديهم جنيه. تمام كده. اول ميداليه اولمبيه في تاريخ قطر 2020 كانت عن طريق فارس حسونه المصري. أيوة. اللي باباه او والده شاف ضغوطات فظيعه وكان الولد بيتحارب عشان باباه، فبالتالي خده ومشي جاب ميداليه اولمبيه. الموضوع بقى يا كريم انت اتكلمت فيه. الاول زمان لو احنا بنتكلم، خلينا صراحه برضو ان الالعاب هي ليفلز، ليفلز بمعنى في العاب بنقول عليها كده الهاي كلاس اللي هم بيمارسوها زي الاسكواش، زي الفروسيه، زي التنس، الالعاب اللي دي، وفي الالعاب اللي هي بقى محتاجه قوه زي رفع الاثقال والمصارعه. زمان كانت معظم الحالات اللي انت بتتكلم عليها كانت عن طريق رفع الاثقال والمصارعه. أيوة. تحديدا كنا بنتكلم ما بين ما فيش فلوس طيب لما نشوف اثنين من الفروسيه ولما نشوف الشرباجي يبقى الموضوع مش متعلق بالمال بس. الموضوع متعلق بضغوطات نفسيه، انت مش مريحني حتى مش عامل لي الدعم او سبورت النفسي، ودي اوحش طبعا. طبعا يعني انا يبقى عندي نقص واستحمل الاتحاد بتاعي واقول معلش بيعمل لي كل اللي يقدر عليه ونفكر في ان احنا نجيب سبونسرز، احلى بكتير ان انا اقول انا عندي ضغوطات نفسيه والاتحاد مش عارف يعني يسهل لي الامور او العراقيل الموجوده. وده على فكره احنا بنسمعها كتير. ايوه طبعا. انا مش بقول حاجه ما بتحصلش. من اسوا الحاجات اللي بتحصل لاي رياضي يمارس رياضه هو التجاهل. التجاهل بمعنى اللي انت حتى ما بتقدمليش كلمه الشكر على المجهود. معلش، في مدربين بيعرفوا يكسبوك نفسيا، خسرت النهارده بس عملت اللي عليك، بيديك سبورت النفسي، هو انت اللي بتكسبه الماتش اللي بعديه او البطوله اللي بعديها. الحل ان الاتحادات تتعامل بشفافيه وباسلوب محترف مع اللعيبه. في حالتين احنا كنا بنتكلم لسه، لو احنا بنتكلم على المشاكل، يعني اخر حاله هروب كان احمد بغدوده، صح كده؟ صحيح. بتاع المصارعه. صحيح. هي دي الاخيره، يعني ده اخر ومش هتكون الاخيره. هو بالمناسبه حصل معاه ايه؟ هل في جديد في الملف ده؟ هو لسه في فرنسا ومحدش عارف ايه الموضوع، والموضوع خلاص وسبب الهروب محدش اتكلم فيه. عمل لجوء يعني ولا طلب ايه يعني هو دلوقتي؟ الحصول على الجنسيه، بس الحصول على الجنسيه بياخد 4 سنين. بص انا هقول لك على حاجه، كون الولد عنده 22 سنه مش حوار يجازف، انت برضو في جوه لعبتك في مصر انت بطل. يعني انت بطل وليك، يعني لما بتخش صاله المصارعه ليك اسمك، ليك وضعك. فانت عشان يعني تسيب ده وتجازف ان انت تروح مكان من اول وجديد، فانت كده جبت اخرك. يعني خلينا صراحه جبت اخرك من الضغوطات، من الضغوطات
وقلة يعني سوري يعني قلة الدعم النفسي زي ما بقول. طبعا ليه ده حصل يا استاذ شادي؟ يعني ليه بنسيب الامور دايما توصل لنقطه شبه راكور ثابت معانا ان بتصطدم رغبات وطموحات وامال المشروع اللي هو اللاعب او البطل من دول بتصطدم مع اللوائح والقوانين والبنود اللي موجوده في الميزانيات اللي موجوده جوه الاتحاد، فبالتالي يحصل ضغينه، فبالتالي يحصل مشادات وينتج عن ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان ما حدش بيشتغل للصالح العام، الاتحادات بيبقى فيها جزء منها تصفيه حسابات ما بين اللي انت لو انت انا مترشح كرئيس الاتحاد قدام رئيس اتحاد تاني وانا اللي كسبت وانت كنادي عضو في الجمعيه العموميه كنت مدي صوتك للاتحاد التاني فانت بالنسبه لي اكس. مفيش كلام ان النقطه انت البلان بتاعتك او البرنامج بتاعك اللي انت عرضته ممكن ما يكونش متوافق مع اللعبه وتطورها، لخاصه اللي انت لازم نقطه ان يكون اعضاء مجلس الاداره من ممارسي اللعبه بتساعد شويه في فهم سيكولوجيه اللاعب. انت دلوقتي وده مش حاصل في كل الاتحادات طبعا، مش طبعا حاصل في الممارسه يعني. في شرط الممارسه ممكن، بس شرط الممارسه ده ممكن سوري يعني انا ممكن اجيب ورقه اللي انا كنت بلعب منتمي لاي نادي. فهي هي النقطه. بص يا كريم، عايز تشتغل صح لازم تحط بيه الصح ولازم يبقى فيه مراقبه صح، ومش لازم تكون المراقبه من الوزاره من اجهزه من نفسك انت طبعا. لان انت اي طبعا. نتيجه بتحصل سواء بوزيتيف او نيجاتيف بتمس الاتحاد كله أكيد. يعني انت حاله احمد بغدوده مين كان رئيس البعثه؟ كان رئيس الاتحاد. لو هنفترض اللي ده كان عضو مجلس اداره او موظف، يعني الباسبور ما كانتش مع رئيس الاتحاد، مع موظف، الموظف ده كان لكن مع رئيس الاتحاد الموضوع خد ايه شكل مختلف. فهي النقطه اللي انت دلوقتي ما ينفعش تعمل ضغوطات نفسيه. لعيبه عندها 16 سنه عايزه تلعب بطوله عالم، امينه عرفي بطله العالم ورايحه تدافع على لقبها، ويتحط لها عراقيل ويتحط لها ضغوطات ويتحط لها ايه اللي اتحط بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ بنت 16 سنه لما بتسافر اي بطوله هي لسه قاصر بتسافر مع والدها، والدها بيقيم معاها في الاوضه. الاتحاد المصري للسكواش رافض ده ورافض اي تعامل ما بين اللاعبه والوالد، مش منطقيه، خاصه اللي هي بتلعب بطوله فرق او بتلعب بطوله فرق. يعني مش عايزين يعملوا معلش عشان نفهم، رافضين التكلفه الماليه اللي هيصرفوها هو اللي هيصرف يسافر، هو دافع على هو دافع طب كل هم حاجة. رافضين ايه بالظبط؟ ان هم في امينه ما ينفعش ولا تقعد مع باباها ولا تكلمه في الفطار او الغداء او العشاء، ولا ينزل بين الاشواط في الماتشات الفرديه يعمل لها الدعم النفسي، ولا 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 ولا, ولا. ليه؟ ما عشان كده. هل ده قانونا؟ لا يعني عالميا غلط؟ خاصة مش عالميا، انت بطولة الفردي انت اصلا في دول حتى لو بتلعب بطولة عالم بتصفر لعبتها مع المدربين الشخصيين طبعا. فهو آه. مش حاجة صح كده؟ لان التيم وحصلت مشكلة مؤخرا برضو مع احدى اللاعبات عشان برضو اعترضوا على معانا جودة بس هي صدفة اللي هي جت في بطولة افريقيا وبرضو انا بس هاخد حاجة سايد كده. بطولة افريقيا لتنس الطاولة امبارح في ناقوس خطر على تنس الطاولة المصرية، مصر في الشباب تحت 15 وتحت 19 خسرت الفاينل من تونس ومن المغرب، يعني احنا ما بقيناش بننافس نيجيريا بس، احنا كسبنا في الفرق الناشئات 15 و19 كسبناها، ده ناقوس خطر جامد جدا لازم اتحاد تنس الطاوله ياخد باله، اللي احنا دلوقتي المنافسه لان هي الاجيال بتسلم بعض، فانت الجيل اللي هو 19 سنه اللي هو خلاص هيبقى الجيل الكبير يخش بقى مع المنتخب الاول ده خسر بطوله افريقيا للفرق، فده ناقوس خطر جدا. هنا جوده كان نفس الكيس اللي هي عشان جت في بطوله افريقيا، طب خلينا صراحه كده ونتكلم بكل صراحه، لو دي بطوله عالم كنت هتاخد القرار ده؟ انت بطولة افريقيا ضامن ان الاربعه اللي هيوصلوا في السيمي فاينال من مصر، فبالتالي المدرب حتى مدربها الشخصي مش هيعرف يقف معاه. لكن في حاجه اسمها 15 سنه انا ارتباطي بالشخص ده بيعرف يهيئني نفسيا، اللي بيعرف يهيئ نفسيا خصوصا ان ده مش ضد اي قوانين يعني او لوائح ان هو يسافر. طب يبقى فين المشكله؟ طيب لو احنا دي يعني انا بس يعني ايه الخصها كده، دي ضغوطات حصلت للعيب. طيب لو باباها خدها بكره الصبح وسافر بيها انجلترا وقال انا هلعب باسم انجلترا هنعمل ايه بقى؟ هنطلع نقول باعت الدنيا وعملت كده ليه الكليشيهات اللي هي والتشكيك في الوطنيه الى اخره. بالظبط طبعا بالظبط. احنا قعدنا شادي سنين طويله اللي بيراقب كده حاله الرياضه عالميا هيلاقي ان احنا كان عندنا في عالمنا العربي كواليتي مشاكل مش موجوده في اي حته تانية في الدنيا. حلو صح. كانت نوعيات مشاكل مش كم كيف تمام. مختلف عن اللي موجود في العالم كله.
بقينا بنشوف في الفترة الأخيرة إن عالمنا العربي أغلب دوله ابتدت تتخلص من النوع ده أو الشكل ده من المشاكل، وإحنا لسه الوضع على ما هو عليه. وبعدين يا برنس اللي أنا قلته لك وآخرتها يا إكسلانس اللي أنا قلته لك إيه؟ ها. بيشتغل للصالح العام مش تصفية حسابات وحاطط بلان. أنت لما جبت فارس حسونة تمام؟ فارس حسونة في قطر هنقول مثلا ان هو عند مثلا كمثال يعني وهو عنده 14 سنة انت بتنفست في كل حاجة بتستثمر فيه عشان لما يقف في اولمبيكس يجيب لك ده. معتز بارشم قطري بيور يعني ده كسب برضه اولمبيكس وبطل عالم. حالات كتيرة. فالمشاكل اللي كانت عندك في المنطقة العربية تخلصوا منها في ايه؟ اللي انا اصلا عايز دلوقتي طول ما هي في مشاكل انا مش كلنا مش هنعرف نشتغل. لكن لما المشاكل لما انا اعمل دوري وما تتعشمش في انجازات. صح صح. انا مبسوط لحاجه. احنا لو طب الحمد لله ان في حاجه تبسط. لا 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 بعد اللي احنا في سواد. لا لا خالص والله قاعده حزينه عارف حاجه تحزن والله ان الواحد يسمع كلام بجد يعني موضوع مش هزار. حاجه تحزن انت تسمع كده من سبع سنين لو احنا قاعدين القعده دي كنا هنقعد نتكلم على كوره بس بيورلي كل البرامج كوره كلنا. كان بيجي مثلا ايه بقى وقت الاولمبيكس كرم جابر ابو القاسم هداية الحاجات اللي هي الفلاتات طبعا. فكلنا ايه نتلم حواليهم محمد ايهاب ساره سمير رشوان يعني ايه رشوان الميداليه في حد ذاتها اللقطه اللي حصلت طبعا. هي اللي عملت السكسي للبلدين. لكن بالظبط لكن في لوس انجلوس كان منتخب الكوره بوجود الخطيب يعني كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكل المجموعه كانت هي الناس كلها بتقعد تتفرج على ماتشاتها يعني. فهي دي النقطه اللي انا النقطه اللي بسطون اللي احنا قاعدين بنتكلم على الرياضات الاخرى وحاطين بلان. بصي كلنا بنتكلم فاستحالة يكون الكلام ده مش عند المسؤولين. هو عند المسؤولين وأحسن مننا وبخطط وبلانز بس التنفيذ والمتابعة ونصف النية والمحاسبة والمحاسبة هي دي المهمة بقى جدا. بالظبط. طيب خلينا نروح لملف آخر علشان يعني ده ملف قائم كده والحديث فيه مش احنا اللي هنحله. احنا بنطرح الموضوع وأكيد الحل عند السادة المسؤولين في هذه الملفات يعني. هروح معاك لفكرة هنا ايه من الرياضات في الأولمبيات الجاية إن شاء الله باريس 2024 المتوقع حصولنا فيها على ميداليات وهقول ميداليات كمان ذهبية. ذهبية. طيب هنبتدي ان شاء الله. صعب عليك يعني بتصعب عليك. لا السؤال صعب كده. لا ما هو اصعب صعب لان خلي بالك في نقطه انت يعني احنا بنتكلم ساره سمير تجيب ده. ساره تجيب ده طبعا ان شاء الله فعلا تجيب ده بوتنشال عالي. بالظبط. مين تاني؟ مهند والجندي في مستواه يعني يحققوا ده. بس الجندي كان فيه اصابه تقريبا. انت بتقول الكلام ده الجندي في مستواه بتقول الكلام ده شادي وانت حاطط في الاعتبار المنافسين. مهند كسب في اخر كاس عالم او في بطوله العالم للخماسي صاحب ذهبيه اللقطه اللي هم بيجوا مع بعض والولد وقع بتاع بريطانيا تشونج ده صاحب ذهبيه طوكيو يعني مش بتكلم اللي هو مع حد تاني. سمر حمزه تصنيفها اول عالميا. سمر جميله واستضفناها في 10 صبح في الاهلي من سنتين وهي كانت لو انت فاكر يا كريم كنت اتكلمنا انا لسه قدامي كتير جدا وهتشوف وكنا يعني انا من الناس اللي بحبها جدا من سنتين بصراحة. ما كانتش تصنيفها الاول صح؟ قالت لنا اللي جاي قالت لنا اللي جاي هتشوفه. لا لا يعني يا سمر السلاح يعني اتمنى تحقيق ميداليه بس هي فيها صعوبه شويه. السلاح دولت الابرز في الوقت الحالي يعني دولت الاميز. عزمي محلبه ممكن انا عندي امل في عزمي برضه بصراحه. ارقامه لحد دلوقتي حلوه جدا. بالظبط. السباحه بقى عندنا مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها الحقيقه اللي هي عدم تحقيق الارقام يعني هي دي المعضله اللي دايما بتواجهني شويه في السباحه اللي انت حقق يعني حتى ما بتحققش رقمك فدي معضله. ميداليه في السباحه هتبقى صعبه. الالعاب القوى اتعشم المفروض ان احنا العاب القوى كويسين يعني بس اتعشم في ايهاب عبد الرحمن. بس انت هتلعبي قصاد ابطال عالم كلهم على ذكر العاب القوى بالامس في مصطفى عم
كسب ذهبية دفع الجلة في الدورة العربية، دورة الألعاب العربية في الجزائر، وسراء عويس في الوثب الطويل. دولت المشاركة المصرية مشاركة يعني بسيطة بأربع لاعبين في ألعاب القوى ومثلهم في رفع الأثقال، مجرد التواجد عشان ما ينفعش مصر دورة ألعاب عربية ما تبقاش متواجدة. والمشكلة اللي توقيت البطولة جاي بقى مع ابتداية بقى إيه الحاجات المؤهلة لباريس. فعشان كده دولت الأبرز الأسماء في الوقت الحالي. في بعض الأسماء اللي ممكن بقى يعني بوم كده مفاجآت يعني. في السلاح مثلا زياد، ممكن مثلا محمد ياسين أو حمزة مثلا، ما بين سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف. تنس طاولة صعوبة جدا يعني، وصول لربع النهائي هيبقى قمة الطموح. ولا في البارالمبيات احنا عندنا اسماء كبيره. لا لا في البارالمبيكس برضو يعني فاكر حمادتو، انا لحد دلوقتي يعني بشيد بالاداء حتى وان لم يفز، يعني هو قدم حاجه صوره محترمه جدا. لما واحد يعني اتبسط جدا لما اتكلمنا اخر حلقه لان بعت له بعت له الفيديو، العالم كله كان بيتفرج عليه يعني بعت له فيديو وبعت حاجه نادره بجد والله. ربنا يوفقه ربنا يكرمه. البارالمبيكس يعني هي الحلو، البارالمبيكس بيجي بعد الاولمبيكس فبينسونا شويه اللي ايه اللي بيفرحونا، بيفرحونا يعني بينسونا وبيفرحونا، بينسونا اللي حصل ما بيفرحونا بقى بالميداليات. ده من قديم الازل ده بيحصل. هي الرياضه المصريه فيها بس مشكله ان الناس مستكتره اللي انت تعمل الابجريدز او النطاط بسرعه. يعني عارف لما حد بيوصل تك 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 ايه ده، لا ازاي احنا كنا المفروض الستيب الاولانية تمثيل مشرف نقعد فيه 100 سنة بعدين ناخد ميدالية برونزية. فما تستكتروش، احنا عندنا ابطال وعندنا اتحادات شغالة كويس جدا وعندنا عندنا سبورت من 100 مليون واكتر. يعني هو ده موجود فين في العالم؟ هي دي النقطة والله العظيم. ده المفروض يكون حافز اصلا. بصي هقول لك على حاجة، في بطولات والجمهور المصري ده بجد بجد، سواء الشعب المصري، مش هقول الجمهور، الشعب المصري في اي بطوله مجرد بس ما بيتشاف علم مصر دعم هايل. صحيح. هقول لك على حاجه، انا كنت في بطوله السباحه بالزعانف وفي اخر سبق خالص، انا كنت المفروض في اللجنه الاعلاميه للبطوله بقى المفروض وقور كده وقاعد في المنصه. الاخر سبق المنتخب المصري كان متاخر في وفاضل 25 متر، الولد عمل يعني في ال 25 متر عمل فينش هايل كسب الميداليه. عايز اقول لك كنت بتنطط في المقصوره طبعا كلنا. هو الفكر الاحترافي يا استاذ شادي لازم يكون متواجد عندنا، والفكر الاحترافي ده بيجي بحاجات كتيره جدا، مش بس ان انا اقول انا فكر احترافي كبطل او كرئيس اتحاد او كمعني في الملف. لا، اللايف ستايل بتاع المحترف من اول ان هو طفل لسه صغير لغايه لما بيروح وبيمثل في الفرق الاولى والمنتخبات، هو ده الفكر الاحترافي والحياه التربيه الاحترافيه، العراقيل اللي بتبقى موجوده ما بين التمرينات ووزاره التعليم. انا بتكلم بقى في كل حاجه، ده مش كلامي، ده الكلام اللي احنا بنسمعه. صح. الدعم المعنوي، الدعم المادي، العراقيل اللي بتبقى موجوده، الحاجات اللي هي ملهاش اي معنى ولا لازمه اللي لسه موجوده في اتحادات كتيره جدا، واعتقد الناس فهماني. فامور زي كده كلها لو تم التخلص منها احنا مفيش حاجه هتمنعنا يعني طبعاً. وفي الاول وفي الاخر مصلحتنا كلنا ان احنا ننجح. فيعني اتمنى يكون جدا في اختلاف واتمنى شوية. اتمنى المنتاليتي بتاعه مجالس الادارات تختلف، لان انت بكلمه واحده بكلمه بس بتقولها اللاعب انت ممكن اصلا اللاعب ده يعني او تفقد ثقه اللاعب فيك. يعني انا لو لعيب وبتكلم على حاجه تكنيكال في اللعبه مع مجلس اداره ويرد عليا رد نون لوجيك، انت بالنسبه لي خلاص اصلا يعني معلش. انت لو طلعت معايا رئيس بعثه اصلا في بطوله انا مش يعني هعمل اللي انا عايزه. يعني انت لازم على الاقل تبقى اوير بتفاصيل اللعبه بتاعتك الحاليه، مش وقت لما كنت بتلعب. يعني في فرق اجيال حضرتك يعني بالظبط. يعني فرق اجيال لسه على قديمه ولا ايه بالظبط؟ يعني ما بعد ما يعني من ضمن الحاجات اللي استجدت في الفتره الاخيره طبعا كلمه حق لازم تتقال، ان احنا بنتكلم في سلبيات كتير، لكن ده ما يمنعش ان برضو نقدر نقول ان في طفره طبعًا. الفتره الاخيره في ملف الرياضه المصريه بشكل عام. من ضمن الحاجات اللي استجدت مؤخرا فكره وجود مشروع قومي بتتبناه الدوله متمثله في كل الوزارات المعنيه، مشروع قومي لاعداد بطل اولمبي. طبعًا. وجود مشروع زي ده من حيث المبدا، مجرد وجوده، مجرد اقتراحه وتنفيذه
تمام؟ نقدر نقول ان دي تنديعه للي جاي، ممكن ينتج عنها خير طبعًا الفتره اللي جايه. طبعا لان في ابطال ابتدوا يكسبوا بطولات عالم من النتائج المشروع ده. هي بس اللقطه ان هم هيواجهوا نفس المصير بعد كده لو ما فيش حالا دلوقتي احنا ماشيين على اللاين. اللي انت القائمين على المشروع ما يبقاش انا عملت لك فيفور فانت جبت حد خليته في المشروع. بس هو لو الدوله خدت قرار بوجود مشروع قومي بالحجم ده المفروض يبقى هم واخدينه بناء عن ادراك نوع العراقيل اللي كانت موجوده قبل كده، وفي قرار اتاخد ضمنيا بان الكلام ده هينتهي، يعني نفتح صفحه جديده ونظام جديد المفروض. والميتنجز اللي اتعملت في الاول كانت بتتكلم على كده، بس في حاجات لسه شوائب لسه موجوده، خلينا يعني ماشي لو هتاخد وقتها بس هتختفي لكن النقطه برضو اللي انت المشروع ده الاساس فيه هيبقى حاجتين، المدربين، لان المدرب ده طبعا هو اللي دايما في الرياضه، ما انت الرياضه دايما ايه البيز اللي انت واقف عليه هو ده اللي بيخليك تكمل. ما انت ما ينفعش اصلا يبقى الاساس بايظ وبعد كده عايز، بمعنى لو انت بتلعب مثلا من وانت صغير بتلعب تنس فهي بتتلعب كده انت بتلعبها كده مثلا، فده اللي هيجي بعد كده هيعلمك ايه. فهو المدربين ده جزء كويس، والمتابعه والاشراف في عدم تعيين اي حد غير مؤهل للتواجد في المكان ده. المدربين دايما دايما عايز تنجح اهتم بمدربين الناشئين مش طبعا خبار. طبعا يعني ده الاساس، يعني احسن مدرب في عندك في الجهاز بتاعك لازم يبقى للناشئ، لازم يبقى للمدرسه مدارس الالعاب طبعًا. فهي دي طبعًا. الاساس المشروع كويس جدا، والمشروع نتج عنه بعض الابطال خاصة في رفع الأثقال، يعني نعمة سعيد ومحمود حسني نتاج المشروع القومي للموهوبين وإعداد البطل الأولمبي، فدي تحسب لهم، تحسب برضو للدولة إن هي بتوجه نظر وأعين السبونسرز والرعاة لده اللي أنت انفست في ده استثمر فيه. فهي بس المشروع عشان نكون صراحة المشروع نتاجه مش هيبان في باريس، يعني 2028 ان شاء الله في لوس انجلوس هو ده بقى اللي هنقدر نتحاسب عليه. لكن انت دلوقتي بتتكلم على المجموعه اللي هي كانت المفروض بعد ريو كانوا لسه يعني ايه في شبابهم، المجموعه اللي في طوكيو في منتصف العمر الرياضي، فهم دولت اللي تتوقع منهم. الفلاتات اللي هتحصل زي ما انت بتقولي ان هو في حاجات مش متوقعه، دولت بقى اللي هنبني عليهم ل 2028 ان شاء الله. على كل حال في الاول وفي الاخر حديثنا ان كان في نوع من شويه التركيز على الجانب هقول اللي هو مش المظلم ولكن اللي محتاج شغل اكتر، ده لان احنا مصلحتنا كلنا واحده، ان انت عايز ان الملف ده يتم تطويره بشكل كبير جدا ويتم التركيز فيه، وفي الاول وفي الاخر اللي لازم ياخد كل الاهتمام هو اللاعب ده، هو اللاعب ده هو الاساس دلوقتي، هو رقم واحد. الاجهزه، المسؤولين، الاتحادات، احنا اصلا كجماهير رقم اثنين، اللاعب هو اللي لازم نكون كلنا بنركز في مصلحته، لان هو بعد كده اللي هيجيب لنا الميداليه اللي هي بتمثل مصر وكلنا هنفرح بيها. فاحنا اتكلمنا، جبنا ناس من الملفات المعنيه بتتحدث، الرياضيين نفسهم بيتكلموا، عرضنا الجانب الاخر وجبنا رؤساء اتحادات، اعتقد في 10 الصبح في الاهلي غطينا كل الجوانب ودينا حق الرد، وعرضنا قدام حضراتكم قدام السادة دلوقتي اللي بيتابعونا من جهات مختلفة المشكلة. نتمنى يكون في حل، ان ده مش دورنا، احنا دورنا كإعلام نعرض بس الأزمة ونخلي الآخرين يسمعوا بلسان الأبطال ايه المشاكل الموجودة. نتمنى ان شاء الله الأفضل لكل الرياضيين المصريين، نتمنى الرياضة المصرية تكون في تطور مستمر، لان تاني مصر تستحق ذلك، الجماهير والشعب المصري يستحق ذلك. استاذ شادي ان شاء الله اللقاء الجاي يكون فيه ايجابيات اكتر ويكون فيه اخبار كمان حلوة جدا باذن الله، ان احنا نستحق ده فعلا ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله يبقى في لقاء قادم ان شاء الله. يعني لا هيبقى في هو لو ربنا فك سجنك وقدرت تجينا هتنور الدنيا كلها. نورت الدنيا يا شادي، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده، وهنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا. ماتش النهارده بين الاهلي والاسماعيلي ماتش مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين، عندنا دوافع مختلفه اكيد للفريقين، بس عامه هنتكلم وهنقرا كمان سير المباراه وكتير من كمان الكواليس هنعرضها لحضراتكم مع الناقد الرياضي. خلينا نرحب بالاستاذ الكبير عبد الحكيم ابو علم. بونجور يا فندم. بونجور. احنا لابسين بالصدفه ولا ايه؟ انا ايه اللي لبسني اصفر النهارده؟ لا صدفه عاديه. انا لسه مركزه والله. انا لبست احمر. الاهلي والاسماعيلي زي الفل. انت كده زي الفل. والله العظيم صدفه. صدفه. يعني كان قدامي كذا لون مش عارفه ليه اخترت ده النهارده. كويس احمر واصفر. احنا اخر مره كنت موجود معاكم كان غريبه جدا الاياب بتاع الفاينل بتاع دوري ابطال افريقيا
كنا الصبح موجود معاكم لو انت تفتكروا ماتش الاهلي والوداد وتوقعنا سير المباراه والحمد لله الاهلي كسب وتوج بالبطوله وان شاء الله باذن الله تكون فايل كويس النهارده نكسب باذن الله يا مسهل الحال اكيد ماتش قوي طبعا وزي ما نهاوندو كانت بتقول لحضرتك من شويه او بتقول للمشاهدين من شويه ان الفرقتين عندهم يعني دوافع قويه جدا وممكن لو خدنا في الاعتبار ان احنا وصلنا لمرحله غريبه جدا بقى فيها فريق بحجم وثقل وتاريخ الاسماعيلي بقى بيصارع من اجل عدم الهبوط فبطبيعه الحال ده هيديله حافز زي يعني زايد حبتين ناهيك عن ان دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بيبقى ليها طبيعه خاصه ونديه شديده فرؤيتك ايه للماتش هيتلعب يعني باي كيفيه فكرك هيبقى الاداء العام فيه عامل ازاي هل الاسماعيلي هيعمل تكتل دفاعي ولا بالعكس ما عندوش حاجه يخسرها فحتى ايه شراسه هجوميه رؤيتك ايه خلينا نقسم السؤال ده لحضرتك لثلاث نقط بس النقطه الاولانيه حته ان فريق بحجم وقدرات وتاريخ واسم الاسماعيلي بيصارع للهروب من عدم الهبوط من الهبوط دي الحته اللي احنا كل مره بنتكلم والناس تملي تقول لك انتوا بتتكلموا على النادي الاهلي عشان تسويق ورعايه ما هو جزء من استمرار اي نادي دلوقتي على مستوى العالم هو التسويق هو الفلوس الاسماعيلي متوفر معاه فلوس كانش الحال وصل للمستوى اللي انت بتتكلم ان انت تصارع بقالك سنتين او ثلاث سنين بتحاول ما تروحش عند الهبوط لان انت مش متوفر معاك الفلوس ده حال سوري يعني ما مش بقطع حضرتك بس ده حال الانديه الجماهيريه عامه للاسف الشديد دلوقتي معظمها ما عندوش دعم مادي كبير وبالتالي مستواه والدعم المادي يا استاذ انا هو الاساس بيجي منين انت هتفضل طول عمرك مستني حاجه تحزن يعني مستني وزاره الرياضه مستني الحكومه الكلام ده ما ينفعش الكلام ده انت لازم بقالك 15 20 سنه تيجي تتكلم كل سنه يقول لك ما نعملش دوري محترفين ليه يا عم يقول لك اصلي ما فيش دعم الانديه الجماهيريه طب ما هو مين اللي ودى الانديه الجماهيريه كده مجلس اداره اللي بيجي ما بيطورش نفسه هقولها لك واحنا مش عشان في قناه الاهلي للمره ال50 ايه اللي يفرق الاهلي عن اي نادي تاني التفكير المستمر لمسايره الواقع والتطور اللي بيحصل منظومه ناجحه عندك على كل الاصعده على طول انت دلوقتي كنت مثلا لحد 2004 2005 بتتكلمي في الرعايه اللي هي مثلا التيشيرت النادي الاهلي بص كل شويه احنا السنه دي بنتكلم فيه في الاهلي رعايه الاهلي بيتكلم في اعلانات الاوتو اد بيتكلم في اهل اونلاينز بيتكلم في حاجات كتير الستورز الاونلاين بيتكلم في مشاريع اللي هو بيواكب العصر اللي موجود حاليا صح. عشان توجد مداخيل جديده يعني الاهلي لما طلع فكره الاهلي اونلاين وانا راجل متابع الموضوع بيقول لك انا بستهدف 100 مليون جنيه من المشروع سنويا بجانب انت ده جزء من المداخيل يعني فكره تعظيم الموارد طبعًا. مش موجود عند ادارات نوادي كتير تفكير طبعًا. لا مش موجود بص ده اللي يفرق النادي الاهلي يا استاذ كريم عن اي نادي موجود هو مش اي رئيس نادي في الدنيا يهمه مصلحه فريقه ومصلحه النادي بتاعه وبالتالي لازم يسعى جاهدا لجلب معلنين في حال وجود قصور ما في التمويل للنادي تمام هي المشكله الكبرى اللي مخليه الانديه الجماهيريه معظمها رايح في السكه دي هو الموضوع التمويل شوف الانديه التونسيه كان الاعلام التونسي بعد ما الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا كان عاملين حلقه كويسه جدا بيتكلموا ليه النادي الاهلي الرئيس مش هو النادي رئيس النادي مش هو النادي رئيس النادي لان في مؤسسه منظومه بتشتغل النادي الاهلي عقد الرعايه من سنه النادي الاهلي من دلوقتي شغال لعقد الرعايه اللي بعد 3 سنين بيشتغل ازاي توجد مداخيل انا معلش خدت حته دي في الموضوع بتاع الاسماعيلي هي فيها اجابه ضمنيه على السؤال بالمناسبه لان ده الاسماعيلي رايح في السكه دي بالمناسبه المصري لولا الاستاذ كامل لو علي هيروح للسكه دي لما يعتمد على شخص الاتحاد في يوم من الايام ممكن تلاقيه لو ما طورش نفسه الانديه الجماهيريه حتى الزمالك نفسه احنا مش عايزين نتكلم بس انا بقول لك ان دي المشكله اللي لازم الانديه اللي لسه واقفه على رجلها شويه تاخد بالها منها الحق نفسك قبل ما تلحق بالاولمبي تلحق ما دي الانديه كانت جماهيريه وكانت موجوده الترسانه كل الانديه راحت فين دلوقتي درجه ثانيه وبتصارع لفين انها تروح درجه ثالثه الفلوس الموارد نادي الاسماعيلي اللي معاه مدينه اللي معاه نادي ناس عاشقه ليه وصلت لمرحله ان انت ما بتسوقش نفسك ما بتطورش نفسك قاعد مستني المحافظ يدعم الوزير البث الفضائي الرعايه طيب كام دول على بعض الكره بقت اقتصاد بقت فلوس فانت مش هتوفر الكلام ده الناس تقول لك الاهلي بيصرف مليار ما هو بيعرف يجيب الفلوس بيعرف ازاي المليار دي بتجيب لقد ايه انا لما باخد اروح اربعه فاينل دوري ابطال في اخر اربع سنين اكسب منهم ثلاثه كل ده بيتحول لي فلوس انا دخلت خدت منك الحته دي بس دي الحته لا بس دي حته مهمه المشكله طبعا. اللي احنا بنعاني منها والاسماعيلي وصل للمرحله دي احنا حتى لو ماتش الاهلي والاسماعيلي ودي قناه النادي الاهلي ما ينفعش احنا ما نتمناش ان الاسماعيلي يبقى في المستوى ده لان احنا عايزين الاسماعيلي ده نادي كبير ونادي طبعا. اسمه طول عمره تنافسيه عامه يعني زي ما بيتقال كده هتنعش الدوري المصري هتنعش الكره المصريه في العموم فهي ما لهاش علاقه ان انا عايز طبعا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص بس كل ما يكون في تطوير في
اللعب في الانديه الاخرى ده لمصلحتنا كلنا. لا ونادي الاسماعيلي كمان برغم محاولات البعض ان يقول لك ان في حساسيه في التعامل مع الاهلي، نادي الاسماعيلي الكره بتاعته محببه جدا لناس كتير من جماهير الاهلي واعضاء ومسؤولين النادي الاهلي برازيل مصر. اه طبعا يعني كتير من لعيبه الاهلي في الاجيال كمان السابقه كانت بتلعب في الاسماعيلي، كانت بتلعب في الاسماعيلي يعني. برغم في بعض الناس اللي بتحاول تعمل، لكن الامور بين الاهلي والاسماعيلي عكس ما الناس تتخيل. فاحنا بنتمنى ان الناس في الاسماعيلي تاخد بالها من الفكر ده، تشتغل على ازاي انك تسوق نفسك. على فكره احنا الحميه اللي بنتكلم بيها دايما في البرنامج ده عن مثلا الاسماعيلي بنتكلمها بنفس القدر ونفس الكيفيه عن المصري، عن الاتحاد السكندري. اكيد احنا يهمنا ان كره القدم حالها ينصلح بشكل عام، وبعدين كل ما المنافسه تزيد كل ده ما بيبروز يعني قدرات لعيبه الاهلي. انجازات 2006 و2008 و2010 الجيل بتاع الكابتن حسن شحاته كان بسبب ايه؟ بسبب ان كان في منافسه كره قدم حقيقيه في الدوري المصري. صحيح. صحيح. كنت انت كنت منافسه في الملعب، انت كنت بتشوف جوه الملعب طحن حرفيا. صح. بره الملعب الامور بسيطه جدا ولطيفه جدا. طبعا. واحنا الكلام ده دخلنا من 2014، انا قلتها قبل كده هنا ولا تاني، اللي بيحصل بره الملعب دخلنا بعد 2014 اللي هو بقى انديه الشركات توصل حضرتك تحديدا. لا لا لا. ولا وجود اشخاص ودخول اشخاص ليسوا من الرياضيين دخلوا المجال ودخلوا فكر غريب جدا عن الكوره، اللي هو اللاعب الفلاني اصل ده كان بيلعب وطالع معار، اصل مش عارف مين، اصل ده بيبيع، اصل ده بيسيب. الفكر ده ما كانش موجود في الرياضه. احنا طول عمرنا الملعب هو الكوره، خلص الماتش ممكن التحفيل اللي احنا عارفينه، التحفيل المقبول اللي هو اللذيذ اللي هو اللطيف، احنا كسبناكم خلاص يوم والتاني والحياه بتمشي. طب خلينا نتكلم شويه عن الاسماعيلي. لا الاهلي. طيب تمام. شوف انا بقى بقول ايه واستاذ عبد الحكيم. ماشي. هنتكلم على الاهلي. قصدي ماتش الاهلي والاسماعيلي. احنا هنتكلم على الماتش وهنتكلم عن الاثنين بطبيعه الحال. هنتكلم شويه عن السكواد بتاعنا الحقيقي، اكثر من رائع. اللعيبه يعني مش هقعد اقول لعيبه رجاله والحاجات دي، لعيبه يعني بقى تحس ان بجد كل لاعب فيهم بيلعب بشكل احترافي. انا بقيت اشوف، انا من الناس الشخصيه اللي هتكلم، انا نهاوند، بقيت اشوف كل اللعيبه عندنا بجد ما شاء الله. اللاعب واقف ستايله بقى ستايل مختلف، اداء مختلف. حتى انت لما تيجي تشوف لعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 لنهايه المباراه، لا هو بيدي في الملعب افضل ما عنده. الفتره اللي فاتت الموسم اللي فات كنا ما بنشوفش ده قوي، كان ممكن يبقى فيه تالق مثلا من بعض اللعيبه كم مباراه ورا بعض وبعد كده تلاقي سقوط او هبوط في المستوى. لا دلوقتي عندك ثبات في المستوى، عندك اداء ممتاز. انا مش عايز اذكر اسامي بس كتير من اللعيبه. فخليني اروح معاك للنقطه دي وفكره كمان الثبات عليها. حتى وان كنت انا تعادلت في المباراه اللي فاتت، لكن في الاول وفي الاخر انا ما خسرتش، يعني هي دي حاجه ما تزعلنيش. ازاي ابني على اللي جاي؟ وازاي برضو سير المباراه النهارده حضرتك بتشوفه؟ هل متوقع برضو زي فيوتشر هيكون الاسماعيلي بيلعب بشكل الى حد ما دفاعي، ولا سير المباراه المفروض تبقى ازاي؟ النادي الاهلي انا بشوف ان المنظومه هي سر النجاح في النادي الاهلي، بمعنى المنظومه كامله، مش جهاز فني وفريق بس. طبعا وجود مستر كولر اختيار كان على اعلى مستوى صراحه، عمل لك يعني اختيار جامد جدا، اختيار كويس جدا. الراجل عمل لك شغل برغم ضغط المباريات اللي انت فيه، ان انت لعبت. ناس كتيره بتقول لك ان الاهلي اتعادل مع فيوتشر، هو كان حاله الجهاد واضحه جدا على الفريق، انت لعبت اربع مباريات في 11 يوم. فالرقم هو بصراحه كتر خير اللعيبه يعني. طبعاً. والله العظيم اللعيبه بتاعتنا يعني مش معقول. جهاز الفني مش معقول. الناس اللي تقول لك اصل يعني انت ما بتعملش تدوير، ما بتنزلش اللعيبه مثلا تصعد قطاع ناشئين. طيب ما انا عندي بطوله غايبه عني بقالها سنتين عايز احسمها بالظبط في الاول، بعد ما احسم رسمي ابتدي احط بقى يعني في فريق تحت بيتمرن مع كابتن محمد كارفا ابتدي اصعد منه. خلينا نتكلم على جزئيه النجاح بتاعت مستر كولر، هي اللي عامله فارق شويه رغم النجاح للمنظومه، بس كولر اضاف للفريق، بيشتغل على ان يجهز فريقه كويس جدا، بيعمل عمليه تدوير وروتيشن كويسه جدا. التعادل مع فيوتشر انا مش شايف اني يعني طبعا جماهير الاهلي زعلت، بس انت المقياس بالنسبه لك تملي الاداء. انت في الماتش ده كنت ماسك المباراه تقريبا اكتر من 60 ل 75 دقيقه، كنت انت اللي مسيطر وبتضيع فرص وبتروح. كان في حته رعونه شويه، كان يعني في خطا مع باصات برضو شفناها في الماتش ده، بس انت كنت بتوصل، كنت بتروح ماسك اللعب، ما وفقتش انك تسجل. الفينال بتاعنا هو اللي كان فيه ازمه، حتى كولر اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي. مظبوط. بس الحاجه الكويسه والايجابيه ان انت في الاهلي مش بتكسب ماتش بتهيص. لا انت اتعادلت في حاله نقد، تاني يوم بتدعم النادي الاهلي، يهمه دلوقتي ان يدور على البطوله. في ناس فرقه تكسب ماتش الدنيا تقلب. الاهلي الامر مختلف، الاهلي التقييم على موسم. احنا حتى لما بنكسب بطوله مش بنهيص. يعني انت عارف دوري مجرد ماتش يعني. انت عارف دوري ابطال افريقيا رقم 11 لولا ان كان في اجنده منتخب بعد الماتش، بعد ماتش الفاينل كان الموضوع اتقفل، ما خدش 48 ساعه. والله طبعا. يعني والله العظيم يعني كان في اجنده منتخب كان بيلعب في المغرب، فده اللي حصل الموضوع. بالمناسبه الاسماعيلي ناس بتتكلم ان بيقول لك انه مهدد بالهبوط، انا شايف الاسماعيلي مش مهدد بالهبوط. يعني الاسماعيلي موقفه كويس جدا، هيقعد الاسماعيلي قدامه ثلاث مباريات من فوق مباراه النهارده.
النهارده مع الاهلي الداخليه، ثم الاتحاد السكندري اخر مباراه. في سبع فرق بتتنافس على البقاء، ودي يمكن ظاهره غريبه. من اول بنك الاهلي المركز ال11 عنده 35 بونت، لحد الداخليه المركز ال17 عنده 32 بونت. شوف من ال11 لل17 فرق 3 بونت. كل الفرق في المراكز دي لعبت 32 مباراه وفاضل لها مباراتين، ما عدا الاسماعيلي الوحيد الفريق الوحيد اللي لعب 31 مباراه وفاضل له 3 مباريات من فرق مباراه النهارده. فاذا الاسماعيلي يحتاج على الاقل 3 نقط من الثلاث ماتشات اللي فاضلين له عشان يبقى. النادي الاهلي اغلق كل الملفات بسبيل التركيز ان انت تاخد 8 نقط ابتداء من النهارده. الاهلي والاسماعيلي والاتحاد والزمالك محتاج 8 نقط تحسم الدوري، ودي البطوله الاهم بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره والجماهير بالنسبه لهم، لان انت البطوله دي مش موجوده عندك من سنتين، مش موجوده بقى لظروف تحكيم، مش موجوده لشكل معين حصل، بس هي ما كانتش موجوده. ففي تركيز في البطوله دي، والاهلي حتى يمكن انا عرفت امبارح ان هم قفلوا، لا حد يتكلم على صفقات ولا تعاقدات ولا ناس رايحه ولا ناس جايه ولا لغايه لما نقفل الموضوع ده 13 ان شاء الله نحسم، بعد كده نفكر في كل حاجه. هو انا مش عايزه اروح قوي دلوقتي للاتحاد وللزمالك طبعا، لكن اكيد هنتكلم عنهم، بس خلينا دلوقتي مباراه طبعا بمباراه. هل برضو لان ده طرح وناس كتير امبارح وانا بتابع بعض البرامج المختلفه، يعني كانت بعض النقاد الرياضيين بيتكلموا ان المباراه النهارده بين الاهلي والاسماعيلي محسومه، وحتى لو انت بتتكلم عن الدوافع المختلفه للفريقين، لا الاهلي في حته تانية، واعتقد ان الاهلي هيخلص من الشوط الاول. هو ده سيناريو اكيد احنا نتمناه بالتاكيد طبعا. وده اللي اكد عليه كولر كمان في المؤتمر الصحفي الاخير، قال لك انا يمكن حدم الحسم في الدقايق الاولى هو اللي وصل لنتيجه التعادل، واللعيبه عندنا والفرق عندنا معودانا ان هم بيحسموا الموضوع بدري، فده اللي بيريحنا بعد كده يمكن في بقيه المباراه والماتشات المختلفه. هل حضرتك مع الرؤيه دي ان فعلا هيكون في فارق كبير وهيبقى في حسم اسرع للنادي الاهلي ان هو يحسمها من الدقايق الاولى؟ انا متوقع ان مباراه قويه جدا، عكس ما الناس بتتكلم انها هتبقى من 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 جانب واحد النادي الاهلي. لا طبعا الاسماعيلي، اه طبعا الاسماعيلي عنده دوافع، رقم واحد عايز يخلص الموضوع البقاء من النهارده طبعا، ده طموح ليه. رقم اثنين الماتشات الاسماعيلي مهما حصل فيه وصل حتى المركز 18 ستظل مباراه الاهلي والاسماعيلي لها طابع خاص، لها طابع خاص ومذاق عند الاسماعيلي وعند جماهير الاهلي وعند الكره المصريه بشكل عام. فانت هتشوف الاسماعيلي بشكل تاني خالص غير اللي بتشوفه في المباراه اللي عدت، هتشوف الدوافع الجديده، ممكن تلاقي لعيبه ما كانتش بتلعب الماتشات اللي عدت ومستبعده هتلاقيها موجوده في الماتش ده عشان ومستقتله عشان ده ماتش، ما هي اللعبه نفسها عايزه تسوق نفسها، اللاعب عايز يسوق نفسه، وده ماتش جامد. مفيش فرصه لعرض قدرات اللاعب اكتر من ماتش الاهلي طبعا. النهارده الدوافع كتير جدا، الاسماعيلي عكس ما الناس متخيله لا الماتش النهارده يبقى ماتش قوي جدا. الاهلي طبعا فرصه اقوى بحكم الاستقرار الفني والاداري وحاجات كتيره جدا افضل، لكن كل ده بره الملعب. يعني كل ده انت لما بتنزلي الماتش 90 دقيقه، اه طبعا في عوامل انت عندك استقرار، هنا مفيش استقرار لكن الدوافع مختلفه. 90 دقيقه تلاقي لعيبه الاسماعيلي بتنزل شايله الكلام ده كله من عندها، وده بقول يعني لعيبه النادي الاهلي لازم تحط ده في حساباتها، واعتقد ان الجهاز الفني مجهز لعيبته بالشكل ده ان المباراه دي مختلفه تماما عن المستوى اللي انت شفته في الاسماعيلي الفترات اللي عدت. اكيد. طيب اللعيبه عندنا داخلين المباراه دي والمباريات اللي بعديها كمان، كنا لسه بنقول ورانا بعد كده ماتش الاتحاد وماتش الزمالك، بطبيعه الحال اللعيبه مجهده، فهل التدوير او الروتيشن اللي بيعمله كولر كافي وكفيل بانه ما يحسسناش بان في لاعب واحد في الملعب تعبان؟ لا لا بص يا استاذ كريم، عشان نبقى صراحه، حتى لو عملت تدوير دي الاهلي بيدفع ضريبه التفوق المحلي والقاري. يعني ده مش منطقي ان انت تلعب فريق اكتر من 11 مباراه في 30 يوم، ده كلام يعني مش منطقي. كل سنه بيحصل الكلام ده مع الاهلي وده اللي احنا بنتكلم فيه على طول وبنقول يا جماعه لازم عدد انديه الدوري يتم تخفيضهم توصل 16 او 14 عشان توجد فتره كويسه جدا عشان تدي المنتخبات والانديه اللي بتشارك. الاهلي هيشارك السنه، طب انت السنه دي لعبت الاهلي 11 مباراه في شهر، طب السنه الجايه هتعمل ايه؟ السنه الجايه عندك الاهلي هيلعب سوبر افريقي وهيلعب دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا والدوري ونسخه الكاس الحاليه هتستكمل السنه الجايه ونسخه الكاس اللي بعديه والسوبر المصري السنه دي والسوبر المصري اللي جاي كاس العالم للانديه وكاس العالم للانديه، وخد عندك كاس امم افريقيا اللي هتتلعب في كوت ديفوار هتتلعب في يناير اللي جاي. كل ده هتعمل ايه انت الفتره دي؟ صحيح صحيح. هتعمل ايه؟ طبعا. فده انت دلوقتي لازم يكون عندك علاج ويكون عندك رؤيه مستقبليه اللي هيحصل. فمهما نحاول كولر نعمل تدوير او روتيشن، لا اللعيبه هيبان عليك الاجهاد الفتره اللي جايه ده مليون في الميه، ولازم جماهير النادي يكون عندها فكر ان هي تعرف تقدر الكلام ده، لان انت مهما عملت روتيشن هتيجي تدور في العناصر الاساسيه، انت عايز تحسم بطوله في الثلاث ماتشات دول هتريح مين؟
بتلعب في عنصر او اتنين بالكتير يعني بتريح عنصر او اتنين ده تعمل فيهم التدوير، لكن باقي اللعيبه مش معقولها. انت طبعا الموضوع في لعيبه كتيره جدا موجوده والاهلي فريق من 25 لاعب كلهم زي بعض، بس في نفس الوقت في فكر اللي بينفذ الراجل بيرتب، اي مدير فني بيرتب في المركز المهاجم بالنسبه له رقم واحد ده رقم اتنين، الجناح اليمين ده واحد واتنين، كمان اللي هيعتمد لحد ما يحسم الدوري على العناصر الرئيسيه. فهنشعر لحد ما الاهلي يحسم الدوري هتفضل تشوف الاجهاد ده موجود على اللعيبه مهما حاولت تعمل روتيشن مهما حاولت. انت كده عايز فريق كامل بديل يعني او فريق موازي حتى لو فريق بديل يعني. ما هو كل لعيبه الاهلي على فكره كلهم قوام اساسي كلهم لعيبه مهمه جدا. طب شوف انت عندك في المنتخب الاولمبي عندك خمس عناصر، اثنين معارين وثلاثه منتخب الاولمبي اللي تاهل اولمبياد باريس، وثلاثه من الموجود كلهم اساسيين، بس القضيه كلها المدرب نفسه بيحب ثبات التشكيل، بتلعب في عنصر او اثنين طول المسابقه لحد ما تحسم المسابقه رسميا. بس كولر مش معروف قوي بثبات التشكيل عنده، يمكن موسيماني هو اللي كان بيحب يعني تشكيل معين ثابت عليه، وده يمكن اجهد اللعيبه شويه. انا ما بحبش اتكلم عن موسيماني بس لا نتكلم عن موسيماني ما نتكلمش ليه اشمعنى يعني. لا لا اصل موسيماني انا كان بالنسبه لي كان عنده تحفظ شويه على بعض الحاجات المعينه، حته انك تعتمد على 13 14 ما هي ده اللي انا بقصده ان هو كان مركز على سكواد معين، كان ليه ادفانتج وديس ادفانتج يعني كان ليه حاجه جانب ايجابي وسلبي، لكن كولر مش كده يعني. مظبوط بس لو تلاحظي كولر بيشتغل العناصر اللي هتلاقيها بيحطها برضو، اصل مدرب بينافس على البطولات مش عارف غير كتير في العناصر يعني هتلاقي علي معلول ثابت الا لو كان مصاب، محمد هاني الناحيه الثانيه ثابت، العنصرين اللي هنا بيعتمد على الاصابات، محمد عبد المنعم ثابت، ياسر ابراهيم شويه، محمود متولي شويه، رامي ربيعه شويه، نص الملعب. دلوقتي حمدي فتحي خلاص اعلنوا رسميا راح الوكر، قالوا ديانج ومروان عطيه ثابتين، التغيير بقى فين؟ عمرو السوليه مصاب حطيت القندوسي او قفشه، فهتلاقي التغييرات في اضيق الحدود، ده غصب عنك مش مزايد، لحد ما تحسمي البطوله. لحد ما تحسمي هيبقى التدوير في حدود، فهتشوف الارهاق ده يعني علي معلول مليون في المية هتشوف الارهاق عليه. محمد هاني هتشوف الارهاق عليه. ده شيء طبيعي على فكره لا يعيب الجهاز الفني. ده انت مجبر لحد ما تحسمي لقب. لان انت بتشتغل في تغيير في خمس ست عناصر بالكتير. فده غصب عنك. طب احنا هنقعد كمان يعني احنا قعدنا بقالنا سنين بنتكلم في حته ان تلاحم المباريات وتلاحم البطولات والنادي الاهلي قدر وقدر لعيبته وقدر جماهيره ان احنا بنشارك في كل البطولات المتاحه فبالتالي بننزل الماتشات واحنا مجاهدين الى اخره. هنقعد سنين تانية كمان بنتكلم في نفس الملف ده لحد ما الناس تفهم ان الجزئيه مش جزئيه ان انت كمؤسسه بتشتغل لوحدك، لازم الفكر في التعامل الفكر الجماعي. بمعنى ايه؟ انا كمؤسسه بتدير اذا بتكلم عن عرضه الانديه بتدير المسابقه، شايفه ان لما يبقى الدوري 18 فريق او 20 فريق ده بيجيب لي فلوس رعايه وبس فضائي اكتر بالنسبه لنا كرابطه، لكن لازم ابص عندي. ما هي دي المشكله الكبرى ان انت الاهلي بقول لك بيدفع ثمن تفوق محلي وقاري، لازم حضرتك تحط في حته ان انت كمنتخبات بتعاني تقول لك لعيبه بتروح مرهقه للمنتخبات، طب ما انت ما سالتش نفسك ليه بقالك خمس سنين ست سنين الناس بتتكلم عن نفس الموضوع، لعيبه الاهلي بتروح مطحونه طبعا بدنيا وفنيا لان هو قدره، كل الانديه بتطلع من دور المجموعات. فانت بتروح لعيبه الاهلي بتروح مجهده، فانت لازم تخفض، لازم ده رابط الانديه تقعد مع الانديه وخصوصا الانديه اللي بتوصل على المستوى القاري زي الاهلي. المفروض ده حصل وده افضل جدول حاليا يعني تم وضعه هذا الموسم، اعتقد حسب التصريحات اللي كانت قريتها مؤخرا من النائب احمد دياب ان المفروض كمان السنه الجايه هيكون في تعديل افضل في جدول المباريات، ده حسب معلوماتي يعني. التعديل يا استاذ هاند اللي يحصل ان انت لازم تخفض عدد، خصوصا انت هتعمل دور المحترفين بتاع الدرجه الثانيه، هنا زود العدد وده بتسوقه برضه على فكره فضائيا وده اقتراح كويس جدا، واحنا لازم ندعم الحاجه كويسه حتى لو محل انتقاد من الانديه الشعبيه. فانت دور المحترفين انت هتعمله درجه ثانيه، زود عدده وقلل عدد انديه الدوري الممتاز يعني طيب. قلل عددهم عشان تقلل عدد المباريات. ننتقل شويه لملف المنتخب لان طبعا لازم نتكلم عن المنتخب الاولمبي، وخليني اسالك سؤال صريح سعيد ومطمن للي جاي ولا سعيد فقط بما حققه حتى هذه اللحظه والتاهل منتخبنا الاولمبي للاولمبياد؟ لا طبعا سعيد ده اللي احنا تأهلنا قبل كده بس ما حصلش جديد يعني. بص ما عشان نبقى صراحه في الاولمبياد انت بتروح ليفل تاني وتروح مستوى تاني، عشان الناس بس حتى انا شفت تصريح لميكال امبارح بيقول لك ان انا طموح ان انا اعمل ميداليه في الاولمبياد، يعني خلينا بس انت حاسس ان التصريح ده مش لا تصريح مش بيزد على يعني حاجه واقعيه شويه؟ لا هو مش واقعي بمعنى ان هو انت بتحاول تزرع الطموح في لعيبتك وده شيء بس هو ده اللي المفروض يكون موجود بس صعب. خلينا نتكلم بس بالمنطق، صعب جدا انت الليفل والمستوى والمنافسات مختلف جدا، لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله في كواليتي اللعيبه في مصر، كواليتي اللعيبه اللي في مصر اللي جايه
اللي جايه في السن ما بقتش الموضوع. طب انا ممكن اسال سؤال معلش، يعني هل الازمه دلوقتي في المنتخب الاولمبي بتاعي ان انا بتكلم ان انا بجيبهم من الانديه، المفروض الفرق ما هم من الفرق الاولى في الانديه المختلفه، هل انا المشكله عندي ان اللعيبه دي ما بتشاركش بشكل كبير مع الانديه بتاعتها فتنقصها الخبره شويه، ولا المشكله في الاداره، ولا المشكله في ايه؟ في التوقيت مثلا والاستعدادات والمخيمات وغيره، او يعني اسمها ايه؟ معسكرات. هل دي الازمه، ولا الازمه عندي زي ما حضرتك بتقول ان مهما كل ده حصل انا برضو بعيد قوي في التنافس مع بعض المنتخبات الاخرى الاولمبيه؟ يعني انا بعيد على المستوى العالمي مش على المستوى القاري. انا بتكلم العالمي. على فكره في ناس كتيره بتقعد تتكلم ان احنا الدنيا بالنسبه لنا افريقيا، انا مش شايف الامور سودة كده قوي. احنا 2017 على مستوى المنتخب الكبير وصلنا فاينل، خسرنا من الكاميرون. هو بطوله 2019 اللي كنا بننظمها اللي كان عندنا مشكله فيها فنطلعها بره الموضوع. 21 احنا وصلنا فاينل على مستوى المنتخب الكبير، المنتخب الاولمبي احنا خدنا البطوله اللي عدت ودينا تاهلنا اولمبياد تاني، وقريبين ان احنا ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله التانيه. فانا شايف ان احنا على المستوى القاري بالنسبه للمنتخبات مش بعاد قوي زي ما الناس بتحاول تاخدنا في السكه دي، لكن على المستوى العالمي الفوارق كبيره جدا. السنغال والمغرب هم المنتخبات اللي على مستوى قاره افريقيا اللي هي قريبه جدا منهم. ليه؟ عندها عدد محترفين كبير طبعا. جدا طبعا. عدد محترفين جدا عايش التجربه في اقوى الدوريات الاوروبيه، عايش التجربه مع الناس دي. يعني لما يجي مثلا منتخب المغرب كان بيلعب البرازيل ولا بيلعب فرنسا ولا بيلعب ايا كان، هو عنده اكتر من 30 لاعب بيلعبوا مع الناس دي، مع ميسي. يعني ينقصهم الخبره اللي عايز تقوله عندنا اللعيبه بتاعتنا في المنتخب الاولمبي، ينقصهم هو الخبره. هو ليه محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي والناس دي لما بتيجي الاجواء دي بالنسبه لهم اجواء عاديه؟ ليه لعيبه الاهلي الاجواء بالنسبه لهم بتروح كاس العالم للانديه بيروح يعيش الاجواء دي؟ فاللاعب داخل، طب ودي 80% من اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري بالسنه لعيبه الاهلي وديهم كاس عالم، هتلاقي اتخض. انا ليه راح يسلم على ميسي عايز يبدل فانيلا، مع ان انت كان المفروض كلاعب كلنا مبهورين بميسي، بس المفروض ما تبقاش معجب بيه كلاعب. لازم تبقى عندك حته ان انت بتنافسه. وبالمناسبه بس في حاجه هنا بنتكلم، بالمناسبه اتكلمنا عن المنتخب الاولمبي، ناس كتير كان على مدى 4 سنين بتتكلم ان الاهلي محتاج حارس مرمى. عندك حمزه علاء ده بصي في برنامج هنا في قناه الاهلي بيعمله كابتن اسامه حسني، اسمه برنامج الاشبال. انا بتابع البرنامج ده. النادي الاهلي عنده محمد الشناوي طبعا حارس المنتخب، علي لطفي بيلعب بيشارك. تعالوا انا بشوف علي لطفي كويس جدا، كويس جدا. يعني شناوي طبعا في حته مختلفه طبعاً. شناوي اكيد، لكن علي لطفي انا كنت بشوفه لما شارك كان عامل فارق. لو خد مصطفى شوبير برده كان مشاركته رائعه جدا. تعالوا بص يعني. عندك مواليد 2001 الفريق، انا بقول لك بطولات جمهوريه، شوف مراحل السن الناس بتتكلم. مواليد 2001 في اثنين لعيبه، اثنين حراس مرمى، مصطفى شوبير وكلنا شفنا في ذهاب الفاينل قدام الوداد مستوى رائع جدا. حمزه علاء اللي بيلعب منتخب اولمبي دلوقتي، شوف ادي اثنين حراس يلعبوا فريق اول مرتاح بخلاف على لطفي شويه. طبعا 2003 فريق 2003 الله يرحمه زياد ايهاب اللي توفى تمام، ده كان حارس ممتاز جدا. مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف ده حارس منتخب 2003. 2005 الاهلي عنده حازم جمال، ده اتصعد فريق اول على فكره واتمرن مع الفريق الاول في الاهلي. 2006 عمر كامل، ده كان حارس منتخب 2006 برضه حارس. انا عملت لقاء مع عمر قبل كده ده حارس فريق 1000 على فكره برضه اتصعد فريق اول فتره كده معينه ويتمرن. فانت بتتكلمي على 5 حراس مرمى بخلاف محمد الشناوي وعلي لطفي. فدي الناس اللي كانت بتضحك وتقول لك الاهلي محتاج والاهلي يفوض كذا، ده نموذج. حمزه علاء هو افضل حارس مرمى في بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه. طبعا بمناسبه بقى كلامنا عن المنتخب الاولمبي، تعالى نشوف المنتخب وهما بيحتفلوا بالفوز اللي اتحقق، وكانوا بيحتفلوا كمان على طريقه الاهلي. تابعوا معانا اتفضل.
يعني نقدر نقول ان احتفاليه الاهلي بقت ترند، وبقينا نشوف حتى ابطال في رياضات مختلفه، حتى السكواش بيحتفلوا بطريقه سطلانه وصلت للناشئين بتاع ريال مدريد، ناشئين ريال مدريد. اه طبعا. يعني والحلو كمان اللي احنا شفناه ان المنتخب الاولمبي هو بيحتفل هو بيجيب سيره النادي الاهلي، فلو خدتوا بالكم يعني طبعًا. فدي حاجه طبعا برده محترمه يعني. ده جزء من اللي احنا اتكلمنا عليه اول حلقه. انت ازاي تكون، ما هو ده جزء منه تسويقيا، انت وصلت لفين تسويقيا؟ ما دي الحته دي الناس كل ما تتكلم فيها يقول لك انت هتفضلوا تتكلموا في الموضوع ده. هنتكلم. ما هو سواء الموضوع، انت ليه اغنيه نزلت من 6 شهور في فيلم دلوقتي بقت ترند، بقت هي وترند عالمي وعابره للمحيطات وعابره لكل ده. منتخب قطر ايوه صح طبعا، في المكسيك كسب المكسيك، طالعين بيحتفلوا بالاغنيه. فده جزء من التسويق ليه. انا على فكره الفيديو ده موجود، منتخب قطر بعد ما كسب المكسيك في بطوله كونكاكاف من يومين اللي بيضربهم كيروش بيحتفل بالاغنيه بتاعتك. فده جزء من التاثير، انت بقى عندك ماركتنج كويس جدا تشتغل، ده تاثيرك انت. هو في اصلا تيشيرتس دلوقتي على صوره طاهر محمد، طاهر وهو حاطط الفوطه على راسه بتتباع كده يعني بالرسمه دي. ده بص حضرتك الاغنيه الرسميه من اول الساحل الشمال لحد اسكندريه. ايوه طبعا. لحد اسكندريه في فتره العيد، والله بتكلم بجد. يعني انا قعدت 5 ايام من اول الساحل لحد اسكندريه كلها الاغنيه الرسميه، الاغنيه دي في اي مكان تمشي الاغنيه دي شغاله. دي حاجه طبعا تسعدنا جدا. وهنرجع نقول تاني بالتوفيق للمنتخب طبعا. هو رزق. نعم؟ رزق يعني صاحب الاغنيه دي اللي عملها. طبعا امال ايه والله طبعاً. يعني بص اغنيه بقت، بص هي رزق لاصحاب الاغنيه وصناع الفيلم، وفي نفس الوقت ده برضو اشاره جديده لكون النادي الاهلي مؤثر. مؤثر طبعا, طبعاً. يعني طبعاً. ده شيء القصه مش مؤثر داخليا، انت مؤثر. شفت احنا حضرتك بتقول نشير المدريد، شوف كم من الناس اللي قطر، ده كل ده بيديك اشاره ان الناس اللي بتتكلم تملي ليه ما نبقاش زي الاهلي في الرعايه ولا الماركتنج. قبل ما تتكلم كابتن سعد حافظ قال جمله حلوه قوي، انا بحب جدا اللي قبل ما يتكلم يعدي الكلام على عقله. عديه على عقلك قبل ما تتكلم. انت عملت مثلا جزء من النادي، التاثير ده جزء منه شهرتك وقوتك. يقول لك النادي الفلاني افضل عربيا، طب الدليل هو يعني احنا بنتكلم ببيزة او بواقع، احنا مش مطلعين على نفسنا القاب يعني. ده حاجه صغيره جدا اللي احنا بنتكلم فيه. دي اغنيه في احتفال بعد فوز ببطوله، بص الموضوع وصل لحد فين. لا وبالنسبه للسبونسرز انا هحكي لحضرتك حاجه سريعه. يعني كان الفتره اللي فاتت عقود كتيره طبعا شراكه مع النادي الاهلي، وحضرناها الاحتفاليات المختلفه مع سبونسرز مختلفين. فليا بعض الاصدقاء اللي هم مش بينتموا للنادي الاهلي يعني، فكانوا بيتكلموا معايا اللي هو ما كفاياكوا بقى عقود بقى وبتاع يعني، اللي هو طب تعملوا زينا. يعني هو انتوا هتحسدونا كمان، هتعملوا منظومه ناجحه فاكيد الشغل اللي هيجي من وراها هيبقى ناجح. وعقود ناجحه يعني. انا لما جينا اتكلمنا من شهر عن العقود المختلفه للسبونسرز المختلفين، انا وكريم كنا بنقول هي وين وين سيتويشن. ما اكيد الاسم الكبير اللي جاي يضخ فلوس كبيره عشان يبقى اسمه موجود او مربوط طبعًا. بالنادي الاهلي هو عارف بيربط اسمه بمين طبعًا. فهي بالنسبه له مكسب وبالنسبه لنا اكيد برضه ضعف. مجرد الكلام في الموضوع ده استاذ نعود تملي ياخدوا الفيديو يقول لك هيفضلوا يتكلموا 20 سنه في الموضوع ده. ما هو يا سيدي احنا بنتكلم، هو الاهلي مش محتاج كلامنا يعني. احنا لما بنتكلم الموضوع ده الاهلي مش محتاج كلامنا. انا بقول لك ليك انت يعني، انا كراجل نقد رياضي بقول لك لا حضرتك اشتغل زي الاهلي. انا اللي بقول لك اشتغل زي الاهلي عشان احنا من ضمن برضو الموروثات الثقافيه اللي موجوده عند كتير مننا للاسف الشديد، اللي هو اللي مش قادر تحصره بتكسره. يعني انت مش عارف تبقى بالبلدي يعني. هي بتتقال على فكره مثلا عبقري ده اللي حصل مع النادي الاهلي، وبنشوف لده صور واشكال كتير وفيديوهات كتير وحاجات كتيره. بص يا كريم انا هطلع بره الموضوع في حته صغيره كده. احنا ليه مثلا، والله ما اقصدش كل الاعلام المصري طبعا، لا اكيد انا بقصد فئه قليله جدا، ليه الاعلام التونسي طلع عصام الشوالي وطلع ناس كتيره جدا بقى وصل مرحله ان هم اعلام تونسي موضوعي. سيبك من لما تبقى انت بتلعب الاهلي بيلعب الترجي بيبقى عندهم تحفظ طبيعي للنادي بتاعهم ده طبيعي، لكن ليه وصل موضوعي؟ اتفرج على بعض من الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا 3-4-5 حلقات في الاعلام التونسي اتفرج بيتكلموا ازاي. يقول لك انا يعني في فيديو موجود يقول لك نفسي حد الانديه بتاعتنا تشوف ثقافه النادي الاهلي في فوز. الانديه بتتكلم بموضوعيه، بتقول لك عايزين نتعلم من النادي الاهلي. بص بيتكلموا ازاي الاعلام، كتير قوي منهم وقفوا عند تفصيله اللامركزيه اللي موجوده في النادي الاهلي تحديدا. يعني شوف الكلام بتاعهم، خلي الانديه يقول لك، خلي الانديه ما عندوش حته بقى يقول لك ايه طب ايه المشكله، ده انت هنا في مصر يعني. كولر بالنجاح ده يجي كابتن احمد صديق يقول لك انا هعمل معايشه مع الراجل، تشوف واحد طالع يقول لك ايه معايشه، روح اعمل معايشه بره. يعني طب ما ده مدرب ناجح عندي في مصر، ليه انا اروح بره؟ فكره ان انت تحارب وتقلل، زي مثلا اللي بيحصل امبارح بالليل لما المنتخب الاولمبي تاهل الاولمبياد. انت في الاول كنت بتقول المنتخب مش هيعمل حاجه، المنتخب تاهل وراح الاولمبياد لاعب مين؟ اصل الفرق
بص حته ان انت تعمل اللي بتحاول تهد الناجح تكسير المقاديم يعني. طب يا سيدي انت عندك مشكله مع سين صاد نون عين في مكان ما في اتحاد الكوره، المنتخب ده منتخب بلدك طبعا، منتخب بلدك ده ملوش دعوه بالموضوع خالص يعني. طلع اي حسابات شخصيه مع اي حد، حتى محمد بركات مشرف على المنتخب، لو انت عندك مشكله شخصيه معاه طلع محمد بركات بره الموضوع. طبعا ده الامر البديهي يعني. لا انت شوف حضرتك امبارح ده حد طالع على التلفزيون وبيتكلم على احنا لعبنا مين. ايوه طب ما حضرتك لعبت مالي اللي امبارح. هو على فكره اللي بيتكلم اللي حضرتك تقصده اللي انا عارفه هو مين بالمناسبه، هو على طول بيطلع يتكلم بالشكل ده علشان يبقى يعني ده الستايل بتاعه على التلفزيون. ما هو يعني ده ما ينفعش، انت المفروض يعني تقدم اعلام. ده مفروض ده انت منتخب بلدك، منتخب بلدك معنى يطلع يا مره يحسب. يا سيدي الفاضل احنا في وقت من الاوقات في مره من المرات انا ونهوان قعدنا قطعيه حلوه من حلقه من الحلقات بنحاول نتكلم في فكره وفي مبدا ان لما يكون الكلام على منتخب بلدك مالكش دعوه بقى اللعيب ده في الاهلي، اللعيب ده في الزمالك، اللعيب ده انت لازم تكون بتشجع الكل بنفس القدر من الحميه. يعني احنا اضطرينا في وقت من الاوقات ان احنا نتكلم في حاجه زي كده علما بان دي المفروض ان هي من البديهيات. ده شوف حضرتك وانت كاعلامي اصلا المفروض تكون تتكلم بالطريقه دي. ده انت المفروض تعظم فوز منتخب بلدك الاولمبي حتى لو على افتراض قوي بجدواه يعني إيه؟ او بالطريقه اللي حققوه بيها حتى لو على افتراض ان المستوى ضعيف. خلي خلافك مع الاشخاص او مع المؤسسات اركنه عند منتخب بلدك طبعا. ابعد اي حسابات شخصيه في الموضوع اكيد. المفروض استاذ عبد الحكيم الوقت تقريبا خلص، بس قبل ما نمشي يعني او قبل ما ننهي مع حضراتكم توقعات، انا بحب التوقعات بصراحه. بص هقول لكم على حاجه والله العظيم ويسال فيها كابتن وليد مبروك اكيد طبعا. لان كابتن وليد بيكون معانا دايما لما بنحضر اي مباراه لما بنروح الاستاد يعني، قال ما فيش مباراه بروح احضر للنادي الاهلي الا لما بنفوز بثلاثه. طب ما تشدي حيلك بعد الفتره الجايه. لا تروح ان شاء الله. انا كده الاهلي والزمالك تعسكري في الاستاد الفتره الجايه. انا رايحه الاهلي والزمالك موجوده ان شاء الله ولازم تروح الزمالك خلاص لو الموضوع ماشي كده لازم اروح الزمالك. بس انا متوقعه ان شاء الله النهارده هيبقى فارق جول، يعني هيبقى فارق جول. ايه بقى 1-0 2-1 هيبقى فارق جول لينا طبعا ان شاء الله. بص هو الماتش صعب بس ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، لان الماتش هيبقى متكافئ جوه الملعب. بس في الاخر مدى تحفز اللعيبه ومدى جزئيه ان انت داخل مركز هياخد شوط، هياخد 50 دقيقه بعد كده هتظهر عوامل الاستقرار الفني والاداري والخططي. صحيح هتلاقيها موجوده تظهر في يعني سمعنا رقم برضه هيكسب الاهلي 2-0 ان شاء الله. 2-0 يا مسهل ان شاء الله. يا رب خير. احنا بنشكرك على وجودك معانا نورتنا. ده شرف ليا. ربنا يخليك. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان. احنا كده نكون انتهينا الاسبوع ده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي باذن الله. السلام عليكم.